كم جيل كان وراء عشرين جزال، جمهوره كان معاه في الأزمات. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم. يمكن أكيد بنكمل فقرة استاد الأهلي. بشكر زميلي طبعا عبد الحميد حسن وليلة المباراة. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي غدا في مباراته أمام نصر حسين داي، وزي ما بنقول الفرص متاحة أمام النادي الأهلي إن شاء الله طبعا للعبور للمرحلة الثانية في هذه البطولة، البطولة العربية. لكن احنا النهاردة من خلال استاد الأهلي وتكملة فقراتنا معانا يعني نجم كبير، نجم إن شاء الله واعد ووافد جديد للنادي الأهلي، وأولى طبعا حضوره او وجوده في الاعلام المصري بعد طبعا رجوعه لبيته وبيته طبعا النادي الاهلي بشكل كبير. عايز اقول لكم النادي الاهلي دايما لما كل سنه بتيجي في كل اول سنه الاختيارات، ودي اهم حاجه، لان النادي الاهلي زي ما بنتكلم نادي بطولات، بيفكر قبل اي شيء ازاي يحصل على البطولات. يحصل على البطولات ازاي؟ من خلال لاعبين مميزين، ازاي يستخدم لاعبين مميزين. ولازم طبعا لما بنتكلم كل لاعب بيجي النادي الاهلي ليه شروط معينه، ليه يعني حاجات معينه كده، فنيات معينه، سواء بقى اخلاقيه، سواء مهاريه، سواء فنيه او اراديه. فبالتالي النادي الاهلي لما بيجي يختار لعيب اعتقد بيبقى ليه مواصفات معينه. واعتقد لما نيجي نتكلم على اللاعبين اللي تم انضمامهم السنه دي كلهم ما شاء الله ليهم هذه الصفات. احنا بنشترك في البطوله العربيه حاليا، عندنا بطوله افريقيا مكملين فيها، بطوله كاس مصر، عندنا ايضا بطوله الدوري طبعا ان شاء الله السنه الجايه كمان، وايضا بطوله افريقيا. فبالتالي محتاجين عدد وافر من اللاعبين، وعمليه التجديد دايما باستمرار في الدماء في فريق النادي الاهلي محتاجه بشكل مستمر. نجم كبير ونجم ان شاء الله نتمنى ان هو يبقى اضافه قويه لصولات وجولات مع النادي الاهلي قبل ما يروح لنادي مصر المقاصه. طبعا اللي لعب من خلال نادي مصر المقاصه 29 مباراه من 34 اعتقد عدد كبير من المباريات، ده دليل ان هو لعيب كفء، لعيب بيعتمد عليه كابتن ايهاب جلال في نادي مصر المقاصه. فبالتالي كان حق ان هو يرجع لبيته، هو لاعب مميز جدا، لاعب من اللاعبين ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي. هو هشام محمد الوافد الجديد طبعا مع زملائه في النادي الاهلي، برحب بيه هنا في قناه الاهلي، واولى طبعا لقاءاته في الاعلام بعد طبعا وجوده في النادي الاهلي وعودته بشكل كبير. هشام برحب بيك وجودك في قناه الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق ليك يا هشام. ربنا يخليك يا كابتن محمد فاروق، يعني ليا الشرف اللي موجود مع حضرتك وموجود في قناه النادي الاهلي، وبشكر حضرتك طبعا على الكلام الكبير دوت، ده شرف كبير ليا ومبسوط ان انا موجود مع حضرتك. ده احنا اول ظهور ليا كمان بعد توقيع الحمد لله النادي الاهلي، فليا الشرف ان انا موجود في قناه النادي الاهلي. احنا سعداء هشام، ونتمنى طبعا ان اول ظهور ده يبقى موجود بتعرف طبعا جمهور الاهلي. يمكن انت من ناشئين النادي الاهلي، لكن طبعا ما جمهور النادي الاهلي ما عرفكش غير عن طريق نادي مصر المقاصه. نتعرف بقى من خلال قناه الاهلي، وان شاء الله وجودك في الملعب هو ده الاهم. تركيزك واهدافك داخل النادي الاهلي هو حصولك على البطولات مع زمايلك، وانك تعمل اقصى طاقه ليك ان شاء الله للحصول على هذه البطولات. خلينا نروح لتقرير عنك ونرجع بقى نبتدي حوارنا معك. تقرير عن هشام ونرجع سريعا نكمل كلامنا وحوارنا ان شاء الله هيبقى شيق مع لاعب مميز جدا من خلال طبعا تواجده في النادي الاهلي. بعد غياب 6 أعوام كاملة عن أحضان النادي الأهلي، يعود هشام محمد لاعب الوسط إلى بيته من جديد بعد أن حسم مسؤول القلعة الحمراء صفقة التعاقد مع اللاعب بعد مفاوضات مكثفة مع ناديه مصر المقاصة. هشام محمد أحد خريجي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الذي انضم إلى القلعة الحمراء وهو ناشئ صغير، وتدرج في فرق القطاع حتى تم تصعيده للفريق الأول عن طريق البرتغالي مانويل جوزي، وتم الدفع به عام 2008 بعد حسم مسابقة الدوري وعمره لا يتجاوز 18 عاما. وظل هشام يترقب فرصة المشاركة مع الفريق الأول، ولكن المنافسة في مركزه كانت صعبة للغاية مع تركيزه مع منتخب الشباب ثم المنتخب الأولمبي، خاصة أنه أحد أفراد جيل الموهوبين الذي أعاد مصر للأولمبياد بعد غياب 20 عاما. وتعرض هشام لموقف في غاية الصعوبة بإصابته قبل الأولمبياد بأقل من شهرين، ليغادر النادي الأهلي ويتحول مساره بعد أن غاب لفترة عن الملاعب، ويرحل إلى سموحة معارا ثم ينتقل لاتحاد الشرطة على سبيل الإعارة. وفي المقاصة
أعاد هشام محمد اكتشاف نفسه من جديد وأصبح ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق الفيومي ليكون أحد نجوم الموسم الماضي ويستحق أن يعود للأهلي من جديد. طموحات كبيرة تنتظرها جماهير الأهلي من هشام محمد بعد عودته للأهلي مرة أخرى، وأسرار كثيرة يبوح بها الدينامو الذي لا يهدأ في حواره مع استاد الأهلي. في الحقيقه يعني منذ اعلان ان هشام هيبقى معانا النهارده في فقره استاد الاهلي، وهيكون يعني لقاء معاه لاول مره مع قناه الاهلي، وايضا لاول مره مع الاعلام المصري بعد طبعا حضوره او وجوده مع النادي الاهلي، واسئله الجماهير يعني بتتكلم بشكل كبير سواء عن اخلاقياته، وبتتمنى له طبعا التوفيق، بتتكلم عليه بشكل مميز جدا سواء بقى لعيب او اخلاقيا. فبالتالي اسئله كتير جدا على الصفحه بقولها لك هشام، ولكن يعني دي حاجه مميزه جدا ان العيب جماهير بتستقبله، وجماهير النادي الاهلي دايما بتحب لعيبتها، بتحب الوافدين كمان الجدد، وبتنتظر منهم اقصى مجهود بحيث فعلا يبقى هو وزمايله. يعني اكيد كل الهدف في الاول وفي الاخر هو البطولات. هشام خليني يعني ابتدي من الاول خالص، يمكن احنا حضرنا كذا محور نقدر نتكلم فيه عشان نبين للجمهور هشام وهو بيفكر ازاي وعايز يعمل ايه مع النادي الاهلي، ده حاجه مهمه جدا من خلال طبعا لقائنا النهارده معاك. بدايه النادي الاهلي لما ابتدى يكلمك تاني، طبعا انت بقالك 6 سنين انت كنت خرجت يعني في تقرير 6 سنين بعيد عن النادي الاهلي، ده في حد ذاته الاشتياق لبيتك اعتقد ده حاجه تانية خالص، وانك تعود مره اخرى دي اعتقد بتبقى ليها شعور تاني مختلف بالنسبه للاعب كان متربي داخل جدران النادي الاهلي. اكيد يا كابتن، طبعا زي ما حضرتك بتقول يمكن انا قعدت فتره طويله في النادي الاهلي، مرحله الناشئين كلها يمكن من حوالي 7 سنين او 8 سنين لحد 21 سنه، فقعدت فتره طويله جدا في الناشئين، وانا على مدار السنين انا كابتن فرقتي في كل الاعمار. نقول للناس بس مين جيلك بس عشان برضو ايه، انا الجيل بتاعي يمكن الناس ممكن تفتكر 2009 كاس العالم كان في القاهره هنا، الجيل بتاعي يعني انا وعفروتو وشكري وشهاب وتوبه ومعاذ وميدو وطلعت وحمو، يمكن اللعيبه كلها كانت مميزه وسعد طبعا دي المجموعه اللي احنا كنا موجودين يعني اغلبيتنا في كاس العالم. بس كابتن فزي ما حضرتك بقول لحضرتك كده انا فضلت فتره طويله في الناشئين، وبعد كده زي ما حضرتك بتقول انا خرجت خمس سنين او 6 سنين لحد ما ربنا يعني كرمني الحمد لله، وقدرت مجهودي وتعبي وفضل ربنا طبعا وتوفيقه الاول ان انا ارجع لبيتي تاني الحمد لله. طب شعورك ايه يعني اول ما ابتدى الكلام يعني طبعا المفاوضات بتيجي الاول انت بتسمع ثم بيجي كلام من النادي انك هشام النادي الاهلي بيتكلم عليه، ثم فاكس رسمي بيحصل او مفاوضات رسميه، اثناء الفتره دي كلها انت كان احساسك ايه ان انت بعد فتره طويله وخروجك من النادي الاهلي انت اثبتت نفسك وبترجع مره تانية؟ احساس برضو خلي بالك لازم برضو نقوله للجمهور هشام، لان حاجه مهمه جدا انك ترجع لبيتك بعد مجهود وبعد فتره تعتبر 6 سنين في كره القدم، دي فتره طويله مش قليله يعني. طب هو طبعا يا كابتن اكيد احساس يعني ما يتوصفش طبعا، انك ترجع بيتك تاني والبيت اللي انت اتربيت فيه ويعني اغلبيه سنين حياتك كلها كنت موجود فيها، وبرده يعني شاركت في الكيان دوت في جزء منه، فده طبعا احساس كبير قوي بالنسبه لي. بس السنه دي كانت مختلفه بالنسبه لي، ما قبل كده كنت بفكر دايما ان انا عايز اوري النادي الاهلي ان انا كويس وعايز ابقى، كنت مركز فيها زياده فما كانتش بتيجي. لكن السنه دي بصراحه يعني الحمد لله العقليه بتاعتي كانت مختلفه شويه، وكنت سايب كل حاجه على ربنا يعني. كنت انا بحاول اجتهد واعمل احسن حاجه عندي، وكنت بتمنى من ربنا ان الخير اللي هي يكتبه لي يعني. فالسنه دي ركزت بشكل كويس واشتغلت على نفسي كويس، اللي كان ناقصي كنت بحاول ازوده، وكان عندي اصرار زياده. وزي ما حضرتك بتقول بقى بدات اسمع ان في الاهلي مهتم بهشام، الاهلي بيفكر، الاهلي الكلام دوت، بس برده ما كنتش ببص له خالص، كنت مكمل زي ما انا. انت بتتكلم كده الاختلاف بقى في العقليه هو هنا اللي انت بتتكلم فيه بالظبط يا كابتن. السنه دي بقى ما بصيتش ان انا عايز اشوف الاهلي مهتم ولا لا، او بيشوفوني او لا، كنت مركز مع فرقتي جدا، وخصوصا ربنا كرمنا السنه دي وعملنا يعني موسم كويس جدا، موسم محترم، وكنا ماشيين ده مالي بنكسب الماتشات على طول،
فكان عندنا توفيق كبير من ربنا وانا كنت مركز جدا، فبدات يعني واحده واحده الاقي الامور بتتحسن، مستواي ثابت وانا مركز زي ما انا وماشي في الطريق اللي انا ماشي فيه، ونفس يعني الطريق الثاني الاهلي برده بدا يتكلم وبدا يبقى فيه مفاوضات معايا، فطبعا كنت مبسوط جدا بس مش عايز اعشم نفسي زياده او اخرج بره التركيز دوت، عشان انا عارف النادي الاهلي ما بيقفش على حد ولازم تبقى احسن واحد موجود في مكانك. لا، والمتابعه الدوريه اعتقد مهم ان انت تبقى مستواك ثابت في كل المباريات، عشان فعلا النادي الاهلي هو كان بيتكلم فانت بتاكد على حقيقتك انك ترجع تاني يا هشام. بالظبط كده، زي ما حضرتك بتقول كنت انا يعني محافظ جدا على الاستمراريه، ودي حاجه مهمه للاعيب الكوره ان انت تفضل محافظ على مكانك وتحافظ على الاستمراريه في الاداء. فكان عندي توفيق كبير من ربنا السنه دي الحمد لله ان كرمني بكده. اغلبيه الماتشات الحمد لله اديتها بشكل كويس وربنا كان موفقني. يعني المباريات لما بتكلم عليه 29 مباراه وكم مباراه اللي فضلوا كان عشان طبعا جوازك، عشان بس تبين للناس الباقي من مباريات الدوري يا هشام ما كانش يعني في اصابه او في بعد الشر طبعا او مستوى نزل، لا ده هو الراجل اخذ اجازه للجواز، فده حاجه مميزه جدا. وكابتن ايهاب جلال بقى بدوره معاك في من خلال السنه، راجل برضو لازم نقول اسمه بشكل كبير، كابتن ايهاب جلال يعني عامل طفره في جزئيه التدريب مع فريق مصر المقاصه اللي ممكن الفريق ده اتغير بشكل كبير عن السنه اللي فاتت، في بعض اللاعبين مشوا ولاعبين جدد موجودين. بتشوف ازاي ساعدك في انك للوصول انك تبقى موجود في مره ثانيه النادي الاهلي؟ هو طبعا انا من خلال حضرتك بوجه له الشكر، و يعني مهما اتكلمت عن الراجل دوت مش هقدر اديله حقه، لان هو انا دايما بقول ان ربنا فعلا سخره لي ان هو يرجع اسم هشام تاني ويرجعني بالمستوى دوت، وهو ليه فضل كبير قوي بعد ربنا عليا. ساعدني كتير في الثلاث سنين اللي فاتوا، غير فيا حاجات كتير قوي، الحاجات دي قدرت تساعدني ان انا ارجع بيتي تاني والناس تتكلم عن هشام بشكل كويس طول الموسم. فكابتن ايهاب من الشخصيات القريبه جدا من قلبي، وهو يعني اكتر من مدرب كمان بالنسبه لي، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وتربطني بيه علاقه قويه جدا، وهو السنه دي فعلا ساعدني جدا جدا جدا. يعني هو على طول في ظهري وعلى طول مؤمن بقدراتي وواثق قد ايه انا لعيب كويس وهقدر اعمل حاجه، وهو فعلا الفضل الاول والاخير بعد ربنا هو ليه. على طول كان يتكلم معايا، على طول مساندني، على طول بيقول لي الحاجات اللي المفروض لازم اعملها عشان اوصل للمستوى دوت، وهو عقليه كمان مختلفه جدا، وهو طبعا مدرب كبير. والسنه دي الحمد لله والسنه اللي فاتت واللي قبليها يعني مصر المقاصه يعني بينت دوت ان في كوره مختلفه بتتلعب، في اداء شكل كويس، فرقه ما شاء الله ماتشات الاهلي والزمالك بتلعبها كويس جدا، وفي استمراريه، فهو اللي خلق ده بصراحه في مصر المقاصه. طيب قول يا هشام، يعني لما ابتدى بقى المفاوضات كان رايه ايه كابتن ايهاب في هذه المفاوضات، وهل نصحك بانك تروح السنه دي ولا تستنى شويه، ولا يعني برضو كلام كابتن ايهاب معاك كان عامل ازاي؟ انا زي ما قلت حضرتك انا علاقتي بيه قويه جدا بره الملعب جوه الملعب، وانا بعتبره يعني زي والدي بالظبط، فانا بستشيره في اي حاجه. فعلا اول لما النادي الاهلي كلمني انا كلمته، قلت له يا كابتن حصل كذا 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 ان النادي الاهلي بدا يتكلم معايا وفي كلام وكده ان انا ان شاء الله ارجع النادي الاهلي السنه الجايه، فراي حضرتك ايه؟ بعيدا عن هو مدربي انا باخد رايه في الحته دي، لان هو ليه دور كبير جدا معايا، فبس فهو اتبسط جدا وكان مبسوط ليا ان النادي الاهلي بيتكلم عليا تاني، وقال لي ده حقك، انت السنه دي فعلا تعبت وعامل موسم هايل، تستحق ان انت كمان تبقى موجود في منتخب مصر، وبدا ينصحني قال لي امشي في الموضوع عادي. وانا لكن ما طلبش منك تروح الزمالك ولا حاجه عشان في كلام على كده، خلي بالك انت توضيحا بس. لا والله لا يعني هو الكابتن كان عايز مصلحتي، قال لي اللي انت هتبقى مبسوط فيه ومرتاح له والمكان انا عارف ان الاهلي بيتك، فانت ما وجهنيش في حته او كده، لا بالعكس كان كل نصايحه ان انا ما اروح اعمل ايه واروح يبقى شخصيتي عامله ازاي وافكر مستقبليا اعمل ايه واطور نفسي ازاي واساعد النادي ازاي، لكن هو ما وجهنيش خالص ان انا الزمالك او الاهلي او لا خالص، بالعكس والله هو انا بقول لحضرتك يعني هو قريب مني جدا، فكان بينصحني مش ان هو كمان مدربي، هو زي والدي بالظبط، فبينصحني لهشام مش بينصح لي عشان خاطر مصلحته او حاجه. صحيح. وقال لي انا مش هقف قدام مصلحتك خالص خالص، اللي انت عايزه انا هعمله لك في الاول في الاخر، اللي انت عايزه وعايز تروح انا هعمله لك وهساعدك، هو دايما زي ما بقول لك هو في ظهري دايما وبيساعدني. جميل. وكمان يعني انا يعني مع كابتن ايهاب جلال وطبعا الاداره بتاعت بقى مصر مقاصه اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، يعني اعتقد ان هم
ناس متعاونين جدا. سواء بقى كنت لعيب عندهم او من بره النادي. انا شايف برضو كان اداره ليها دور في كلامها معاك يا هشام. طبعا طبعا انا برضو من خلال حضرتك يعني بشكرهم جدا جدا جدا. مجلس اداره مصر المقاصه واللي هو محمد عبد السلام استاذ محمد مجد بالاخص، بشكرهم على الفتره اللي انا قضيتها معاهم، وناس محترمه جدا ووفروا لي كل حاجه وساعدوني في كل حاجه. وزي ما حضرتك بتقول يا كابتن فاروق هم ما تاخروش عني في حاجه خالص. يمكن لما قعدت مع اللي هو محمد قال لي قول لي رغبتك ايه وانا مش هقف قدام مصلحتك، انت عايز النادي الاهلي انا تحت امرك. انت خدمت النادي وعملت اقصى حاجه عندك وانت ابننا، فاللي انت عايزه انا هعمله لك. فهم بصراحه يعني كويسين جدا جدا معايا ومع الفرقه ومع كل الناس، يعني مش معانا بس، ما بقفوش قدام حد او مصلحه اي حد. فهم حتى في الصفقه كانوا في مرونه بينهم وبين النادي، والحمد لله ما كلام كتير كان صفقتك يا هشام. يعني كلام قوي، يعني عارف في ناس ابتدت فاهم بقى تتكلم ولا ومش عارف ايه، لكن خليني اقول لك بقى سيبك بقى من الكلام ده، انت موجود دلوقتي داخل جدران النادي الاهلي والهدف هيتغير بقى من خلال طبعا وجود فريق ممكن كان بيحاول ينافس على المركز الاول او المركز الثاني لفريق عايز بطوله هو النادي الاهلي وجمهوره. زي ما احنا عارفين هشام وانت من ابنائه وعارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي وبيطالب دايما لعيبته بايه، واديك بتشوف ماتش بيحصل تعادل ايه اللي بيحصل للاعبين والجهاز الفني، عمليه بتبقى ضغط كبير لان المطالب ان انت كل مباراه بتكسب. عايز اقول لك وانت بتحدد هدفك انك ترجع النادي الاهلي اكيد بتبص للمركز بتاعك، اكيد بتبص هتلعب ولا مش هتلعب. كل ده اي لعيب مننا لما كان بينتقل من نادي النادي بيقعد يحسبها الحسابات دي وايه الافضل له. انت فكرت فيها ازاي يا هشام؟ اكيد يا كابتن طبعا فكرت في الحركة بتقوله، يعني ورقه وقلم كمان، ان انا بدرس الامور دي كويس، ان انا اعرف انا جاي في المكان اللي انا جاي فيه ده عارف اهميته وعارف ازاي المنافسه هتبقى قويه وصعبه فيه وقد ايه المسؤوليه اللي انا بقيت محطوط فيها وموجود فيها. فكل الكلام ده كنت طبعا حاطه في حساباتي يعني، واكيد بفكر فيه، وكنت بقعد مع نفسي كتير جدا وبقعد مع الناس القريبين مني وحتى يعني مراتي واهلي وبستشيرهم. وكنت بفكر طبعا في الكلام ده لان انا جاي المكان ده مش موظف، مش جاي مبسوط ان انا خلاص جيت النادي الاهلي فانا كده ده طموحي خلاص عملته وخلاص. لا بالعكس، ده انا عندي بدايه تحدي جديد، انا خلصت مرحله عندي مرحله تانية خالص. زي ما حضرتك بتقول النادي الاهلي ما بيقبلش بالتعادل ولا اي بطوله بيبقى موجود فيها ما بيقبلش ان هو غير الفوز بيها. فعندي تحدي كبير واصرار كبير وبفكر مستقبليا انا هعمل ايه ودوري هيبقى ايه، وانا عارف ان انا عندي تحدي كبير ولازم ابقى قده، والتحدي ده طبعا صعب جدا. عندك لعيبه كبار موجودين في النادي الاهلي ومنافسه هتبقى قويه جدا، فاكيد فكرت فيه. وطبعا الامر كان محسوم من الاول ان ده بيتك كابتن حقيقي، فلما طبعا ناديك يطلبك تاني او يبقى في احتياج ليك فمن غير تفكير انت هترجع، مش هتفكر. الطموحات والمستقبل اللي جاي بقى ده بتاعي انا. يعني بتمنى من ربنا بس ان يوفقني فيه، والاصرار والمستوى ده هشام المسؤول عنه، وان شاء الله ابقى عند حسن ظن الناس واقدر. انت قلت نجوم كبار موجودين ارجع. اكيد الموضوع صعب، اكيد سهل، اكيد. وزي ما بيقول لك يعني مع اقناع جمهور الاهلي بمستوى الفني ليك ده برضو حاجه صعبه جدا يا هشام. انا بقول لك وانا يمكن كنا قبل ما نخش الهواء وقلت لك انت النادي الاهلي ده كنز كبير طبعا بجمهوره، طبعا انك مجرد لما تستحوذ على قلوبهم سواء بقى بلعبك او فنياتك او اخلاقك انت هتشوف حاجه ما شفتهاش في حته تانية خالص. اكيد بالتوفيق ليك ان شاء الله يا هشام. لكن عايز اقول لك بقى بما دام احنا يمكن دكتور عصام سراج معانا على الشاشه وموجود في استقبالك، يعني طبعا الاداره بشكل عام هي قررت طبعا احتياجات الفريق من مراكز معينه بيبتدوا. احنا عندنا حته ما شاء الله النادي الاهلي عنده المنظومه ماشيه، بيبقى الجهاز الفني محتاج لعيب معين بيبتدي المجلس الاداره يقول له مين، فبالتالي بيروح لرئيس لجنه التعاقدات اللي هو دكتور عصام سراج واللي بيقوم طبعا بدور كبير جدا في الفتره اللي فاتت. طبعا يعني قول لي المفاوضات بقى ازاي بالنسبه لك، الكلام جه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي مع النادي الاهلي؟ هو انا طبعا في البدايه بحب اشكر دكتور عصام لان هو يعني ساعدني كتير في الموضوع بتاعي وتعب معايا جدا، ومن اول لحظه لاخر لحظه هو معايا، وهو اخ اكبر بالنسبه لي، وانا حضرته في مرحله الناشئين وتربطنا علاقه يعني كويسه. فبشكره طبعا، بشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هم وثقوا فيا وكانوا محتاجيني، ويعني الحمد لله ما تاخروش عني في حاجه.
دكتور عصام كلمني في البدايه في نص الدوري كده ان انت ماشي بشكل كويس واحنا يعني متابعينك وكده وزي ما انت ماشي وزي ما انت مكمل والناس بتفكر فيك بشكل كويس ويبقى في ما بيننا تواصل فعايزك هشام زي ما انت واحنا هنبقى متواصلين مع بعض. فقلت له ربنا يخليك يا دكتور وبشكر حضرتك على المكالمه ديت ويعني ان شاء الله اللي رايده ربنا يعني يكون. بس ماتش ورا ماتش بقى الحمد لله في استمراريه في الاداء والحمد لله بقيت شغال كويس فبقى التواصل بقى يزداد مع دكتور عصام لحد ما وصلنا بقى للمرحله الاخيره ان احنا محتاجين يعني رجوعك تاني وتبقى في ناديك ومحتاجين ان انت تمضي وكده. طبعا. طيب خليني بقى اكلمك على يعني انا بقول لك الجهاز الفني هو اللي بيبقى احتياجات اللعيب واكيد بيبقى في تواصل مع دكتور عصام مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره برئاسه المهندس محمود طاهر. كابتن حسام البدري حصل كلام بينك وبينه في اي حصل؟ لا يعني الفتره اللي فاتت ما حصلش كلام بيني وبين كابتن حسام بسبب الضغوطات اللي كانت على الموجوده على الفريق والفترات الزمنيه القريبه بين الماتشات فما كانش في فرصه خالص ان احنا يعني نتكلم او نقعد او كده بس هو كان بيوصل لي على طول مع كابتن سيد ودكتور عصام يعني اللي هو عايز يقول لي حاجه فهو كان حابب جدا ان انا ابقى موجود وانا ابقى اضافه ان شاء الله للفريق وكان يعني هم متواصلين معايا بالنيابه عنه يعني. جميل. طيب برضو انت كنت موجود في النادي الاهلي وعلاقاتك باللاعبين ما زالت كانت اكيد متصل انت صعدت مع مستر مانويل جوزيه كان موجود حسام غالي في التوقيت ده ولا ما كانش موجود؟ لا كنت حسام غالي كان ساعتها محترف محترف لكن طبعا هو لاعب بس كان لعيبه كبار يعني تريكا وبركات وكان كل النجوم انا هقول لحاجة انا كان وقتي ده كل النجوم بالظبط يعني بامانه لان طبعا جيل كان زي ما بنقول في جيل ذهبي للنادي الاهلي في التوقيت ده اي حد كان يطلع من قطاع ناشئين تبقى المواضيع بتبقى صعبه جدا خصوصا في مراكز زي مركزك ده. حسام غالي الناس بتشبهه بيك بشكل كبير بتشوف هل انت قريب من لعبه هل انت ممكن تبقى خلي بالك لما تبقى قريب من لعبه يبقى انت حسام غالي يبقى مش موجود او انت اللي موجود تمام فانت بتشوف المرحله الجايه وجودك كابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي ويعني شرف كبير ليا ان انا اتشبه بيه وهو لعيب قيمه كبيره للكره المصريه يمكن الحمد لله في شبه شويه في اسلوب اللعب ويمكن في الشبه برضه شويه سواء احلى طبعا بس فشرف ليا ان اي حد يشبهني بكابتن حسام غالي وهو انا بحبه جدا على المستوى الشخصي هو لعيب كبير ونجم كبير طبعا واتمنى ان شاء الله ان اكمل مسيره زيه كده ان شاء الله. طيب انت وانت بتلعب قدام حسام يعني مش عايز اقول لك بقى انت بتلعب جنبه او هيبقى في منافسه اكيد قويه في المنطقه دي وانت بتلعب قدامه كنت بتحس بايه؟ ايه اللي انت كنت بتشوفه حسام غالي مش موجود في اي خط وسط موجود؟ انا دايما بشوفه مختلف مختلف عن كل اللعيبه الموجودين بطريقه لعبه كقائد للفريق بستايله في نوعيات نص الملعب مختلفه في اللي ممكن بيبقى بيجري كتير وعنده القوه اكتر في اللي بيبقى ممكن مهتم مثلا بالشوط اكتر في لكن كابتن حسام غالي ما شاء الله متكامل عنده الرؤيه الفنيه وعنده يعني قائد ولعيب كوره وحتى لمسته للكوره مختلفه من هو صغير على فكره من هو صغير احنا انا كنت يعني وانا في الناشئين افتكر كنت انا لسه يعني عيل صغير وكان كابتن حسام موجود كان دايما يقول لي انت ابني انا صغير هو كان اكبر طبعا فهو نجم طبعا كبير ولعيب كبير واي حد يتمنى ان هو يبقى زي كابتن حسام غالي. طيب خليني اروح لك لجزئيه الصفقه نفسها لان برضو انا قلت لك موضوع الفلوس وكلام كتير عن الفلوس وهشام جيب كذا وراح باثنين لعيبه وثلاثه لعيبه كلام كتير يا هشام ده نفسه اثر عليك بشكل ما في وانت في المفاوضات نفسها في الكلام ده كله؟ بص يا كابتن هو اثناء الدوري لا كنت مركز الحمد لله يعني كنت مركز كويس جدا الحمد لله ما كنتش بفكر في كنت مبسوط من جوايا ان ده بيحصل عشانك فكنت بحس ان ربنا بيتوج مجهودك وتعبك لكن ما اثرش عليا الحمد لله خالص والفترة المفاوضات دي فتره صعبه عليه بالكره جدا يعني ضغط وتوتر وتفكير وفتره فعلا صعبه جدا على اي لعيب مش هشام بس اي حد بيبقى في اخر السنه ونادي عايزه او اكتر من نادي عايزه فالموضوع بيبقى صعب لكن ما اثرتش عليه لكن الحمد لله لا ما اثرش عليا يمكن انا اخر 3 ماتشات في الدوري ما شاركتش فيهم
وده كان قرار من كابتن إيهاب. كنا احنا خلاص النادي الأهلي حسم البطولة، واحنا كنا خلاص حسمنا المركز الثاني بشكل يعني نهائي. فالكابتن قال لي خلاص انا كده مش محتاج ان انا يعني الماتشات اللي جايه مش هحتاجك فيها، فاحتاج ان انا اللعيبه اللي موجوده ثانيه بقى اللي هيجرب ويشوف الناس اللي موجوده. في اخر ثلاث ماتشات انا ما شاركتش فيهم خالص، فما كانش فيه يعني، وقبل كده ما كانش فيه ضغط كبير، كان لسه امور ما اتضحتش قوي. وكنت زي ما بقول لحضرتك انا كنت مركز ان انا افضل زي ما انا الموسم كله مكمل استمراريه، ان انا ماشي باداء كويس ومكمل زي ما انا. الورقه والقلم ما راحتش النادي الزمالك خالص؟ لا والله انا تملي في يعني في قراري ببقى يعني، او انا شخصيه يعني هاديه شويه. ف انت هادي جدا. ده كويس. الحمد لله يعني بتخليك تعرف تفكر بشكل احسن. طبعا ده مهم جدا. ما تسرعتش يعني في المفاوضات ما تسرعتش خالص، وكنت بتعامل باحترافيه وكنت يعني قافل تليفوني ومخرج نفسي خالص بره المود ده. حد كلمك؟ كان في كتير يعني. كان في كلام كتير، وبس انا والله ما كنتش بتكلم، كان كل حاجه من خلال احمد يحيى، واحمد كان بيوصل لي. كان يقول لي مثلا في كذا حد اتصل جاي لك عرض من كذا، في ده محتاجك ده عايزك. بس انا كابتن فاروق كنت انا مقرر من الاول. انت الاهلي ما اعتقدش كان صعب عليا ان انا ابقى في مكان تاني غير النادي الاهلي. لكن طبعا المفاوضات دي طبيعي، وطبيعي اي لاعب بيفكر وجاي لك اكتر من حاجه، فبتبقى فخور ومبسوط طبعًا ان انت وصلت للمرحله دي، فطبيعي ان انت تفكر. لكن القرار كان جواك. التفكير بقى، انا هخش جوه تفكيرك وهقول لك بالورقه والقلم. لما حطيت اثنين انديه ومفروض ان اثنين انديه كبار، انت اخترت ليه الاهلي؟ بعيد عن ان هو بيتك طبعا رقم واحد، ده بتتحط على جنبه، لكن مهم جدا ان انت اختياراتك جات ازاي وعلامه صح في كل موضوع انت كنت بتختاره عشان تنتقل للنادي الاهلي او تبقى بتفضل النادي الاهلي عن نادي الزمالك بتكون ايه؟ خليني بس اروح لفاصل يا هشام وترجع تجاوبني على السؤال ده. فاصل سريع وارجع اكمل كلامنا مع النجم الوافد الجديد للنادي الاهلي هشام محمد. هشام من اللعيبه الكويسه جدا اللي انا بحبها وواثق فيها جدا، ان شاء الله انها تعمل طفره كبيره مع النادي الاهلي. انا شفته الايام اللي فاتت كان مع مصر المقاصه، ما شاء الله عليه مكسر الدنيا، رفع من مستواه وطور من نفسه بشكل كبير جدا. يمكن ده السبب اللي خلاه يرجع تاني النادي الاهلي، وكابتن حسام شافه. انا شايف ان هو الايام الجايه بجانب عمرو السوليه وحسام عاشور هيعمل شغل عالي قوي 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 قوي. بقول لك كابتن هشام محمد، ده بيتك ومكانك وانت مش غريب عنه، وطبعا انت قد الدنيا وكنت كويس في المقصه، ولو ما كنتش قد الدنيا ما كنتش هترجع بيتك، وبيتك مفتوح لك ومستنين منك الكثير والكثير للنادي الاهلي، والنادي الاهلي نادي عريق. هشام محمد في الاول هو ابن النادي الاهلي تمام، ويعني لا خلاف عليه ان هو ان شاء الله هيكون صفقه ناجحه تمام، يعني ان شاء الله يكون خليفه حسام عاشور. حسام غالي طبعا صفقه كويسه جدا، وبتمنى له كل التوفيق، هو طبعا ابن النادي ويا رب يوفقه في كل خير يعني ان شاء الله. الف مبروك يا هشام، هو طبعا صفقه ناجحه، قدر يثبت نفسه في وقت قليل، وان شاء الله يفيد النادي الاهلي على قد ما يقدر يعني ان شاء الله. كابتن هشام اثبت نفسه بره ويستاهل بصراحه ان هو يرجع النادي الاهلي تاني بيته ومكانه، وان شاء الله يثبت جداره في النادي الاهلي ويتفوق. احب اقول له الف مبروك ان هو رجع تاني للنادي، هو ابن النادي، وان شاء الله هيرجع يثبت مكانه، وهو ان شاء الله في بطولات كتير وهيلعب وهيبقى قد المسؤوليه. اقول له الف مبروك لو رجعتك تاني لبيتك، وان شاء الله الايام اللي جايه تثبت وجودك، وتقول للناس اللي هي سابتك ورجعتك تاني ان انا هشام محمد ابن النادي الاهلي، واللي كفيل ان انا وزمايلي نحقق البطولات اللي جايه ان شاء الله. هشام محمد لعيب كبير طبعا، نادي المقاصه نادي كبير، بس طبعا احب اقول له مبروك انك رجعت النادي الاهلي، ده بيتك وده النادي اللي انت بتربي فيه، وان شاء الله تثبت نفسك بشكل كبير ما بين اللعيبه الكبار. والله كابتن هشام كان موجود عندنا في النادي الاهلي، وبعد كده راح مصر المقاصه واشتغل على نفسه الفترة اللي فاتت دي كتير قوي، فعشان كده رجع لينا ابن النادي عندنا كابتن هشام. اتمنى له التوفيق طبعا وكل خير، وان شاء الله يبقى لعيب اساسي عندنا في النادي الاهلي ويعمل فرق معانا وناخد الدوري ان شاء الله زي ما خدناه كاس السنه دي مع كابتن حسام البدري. وبتمنى لك التوفيق يا كابتن حسام، وان شاء الله كل خير.
يعني زي ما احنا شايفين جمهور النادي الاهلي داخل طبعا نادي الجزيره، ويمكن احنا بنتكلم على هاشتاج اسال هشام محمد، ده هاشتاج موجود على صفحتنا طبعا صفحه قناه الاهلي. يعني اسئله كتير جايه، احنا ما زلنا طبعا بنستقبل اسئله، وهنسال يعني اخر نص ساعه هيكون الاسئله دي موجوده معانا، وهنتكلم مع هشام واسئله جمهورنا طبعا. لكن شايفين احنا جمهور النادي الاهلي دايما بيقول له يعني انت ببيتك ورجعت لبيتك ومستنيين منك الكثير. يعني ده جمهور النادي الاهلي محب دايما لفريقه ولعبته، كل واحد ممكن يلبس الفانيله الحمراء وبيأدي بالروح القتاليه وروح العاليه اللي دايما بتقول اسمها دايما روح الفانيله الحمراء. هشام رايك كيف الجمهور وهو بيتكلم كده؟ بعد كده هرجع لك لسؤالي بتاع اللي انا قلت لك عليه قبل الفاصل، سؤال الاهلي والزمالك. بشكر طبعا كل الناس اللي اتكلموا دول عليا كويس، ودي حاجه مسؤوليه كبيره ان انت موجود في نادي عظيم زي النادي الاهلي، ومسؤوليه كبيره ان الناس مصنفاك في المكانه ديت. فده ان شاء الله باذن الله بوعدهم ابقى عند حسن ظنهم يعني. والواحد بيبقى فخور ان الناس بتتكلم عليك كويس وتشكر فيك، ومبسوطه ان انت رجعت النادي تاني ورجعت لبيتك. فان شاء الله باذن الله ابقى اضافه كويسه ابقى عند حسن ظنهم ان شاء الله. انا عايز اقول لك معلومه قبل برضو ما تجاوب لي على السؤال اللي انا سالته لك، مش كتير بيخرج بره النادي الاهلي ويرجع تاني يا شباب. فيعني انت بتعتبر من اللاعبين القلائل اللي بيحصل معاهم كده، فدي مسؤوليه برضو كبيره عليك. ده كرم والله يا كابتن، يعني كرم كبير من ربنا وتوفيق يعني الحمد لله. يعني ربنا هو عالم الواحد اجتهد قد ايه واشتغل قد ايه واشتغل على نفسه وتعب، فالحمد لله ربنا كافئ الواحد بكده. طيب قول لي بقى الورقه والقلم كانت بتقول ايه؟ اهلي ولا زمالك؟ اهلي ولا زمالك؟ الورده، عارف الورده؟ لا يا كابتن، هو ولا ما كانش فيه ورده اصلا؟ لا هو كان الموضوع محسوم. هو الموضوع محسوم يعني، بس نادي الزمالك طبعا برضو يعني نادي كبير طبعا، واي لعيب برضو يتمنى ان هو يلعب فيه. صحيح، ده محل يعني حدش يقدر ينكر كده. بس انا بالنسبه لي الوضع كان مختلف زي ما قلت لحضرتك، انا واخد قرار من الاول ان ده بيتي، لان المكان ده انا عارف قد ايه حجمه، واعظم نادي في افريقيا والوطن العربي. ولما يحتاجك كمان خلاص الموضوع منتهي، لما النادي الاهلي يحتاجك او يطلبك او كده. فالموضوع بالنسبه لي انا واحد كتربى جوه النادي، حضرتك عارف الكلام ده كويس طبعا، فالموضوع بالنسبه لي كان منتهي يعني. لكن التفكير طبعا، انت بني ادم وانت شخص بتفكر في عروض، بتفكر في حاجات بتجيلك مميزات يعني. والله كلام مصروص كلام الفتره اللي فاتت على موضوع الفلوس والصفقه زي ما قلت لك كده، كان فيها جدال في موضوع الماديات. فبالتالي لما بيخش نادي تاني بيخش عشان يزود المبلغ، عشان زي ما نقول الصفقه تحلو في عين مجلس الاداره طبعا. مصر المقاصه يهمه ان هو يستفيد بكل او اكبر عدد من الفلوس او اكبر مبلغ جاي للنادي، وفي نفس الوقت اللعيب برضه بيبص للجزئيه دي. اكيد هي الفلوس مهمه طبعا في حياتنا، وخصوصا الوقت اللي احنا عايشين فيه، بس هي بالنسبه لي مش كل حاجه. يعني انا كنت في مقصه كان اقل من كده بكتير، والحمد لله كنت راضي ومقتنع وراضي باللي ربنا كاتبه لي. فلا انا مش من نوعي دي خالص يعني، مش اللي هو يبص الفلوس وممكن ربنا يباركش فيها. لكن انا كنت مقتنع ان رزقي هنا، وربنا يعني كاتب لي رزقي في المكان دوت حتى لو قليل، ربنا ان شاء الله بس اهم حاجه يبارك لي فيه ويحفظ الواحد. ومقتنع تماما ان الرزق ده عند ربنا، هو مش كل حاجه فلوس، الرزق مش كل فلوس. ومش بقول كلام كده ان انا يعني، لا الفلوس طبعا مهمه، واي حد بيتمنى او نفسه يبقى معاه فلوس كتيره في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، وقت صعب. والفلوس مهمه وشيء اساسي طبعا، لكن زي ما قلت حركه، هو فيه الحمد لله اقتناع ورضا من عند ربنا باللي ربنا كرمني بيه واللي كتبه لي واللي قسمه لي، فدي بالنسبه لي مريحاني يعني. طب لما الصفقه وقفت شويه، يعني اعتقد مجلس اداره مصر المقاصه ابتدى يفكر برضو، يعني انت كان كلامك ايه مع مجلس اداره مصر المقاصه؟ هو انا كنت يعني مخرج نفسي خارج خالص بره الصوره خالص. كان كل الكلام مع احمد يحيى، واحمد كان يجي ينقل لي الصوره فبس. فلما احتاجوا ان انا اتدخل او انا اتكلم مع مجلس الاداره، حد في مجلس الاداره او اللي هو محمد، كنت اتكلمت مع اللي هو محمد يعني. اللي هو محمد قلت له ان انا يعني رغبتي عايز ابقى موجود في النادي الاهلي، وعايز ارجع تاني، وعايز الامور يعني تخلص، لان الفتره الاخيره كانت الامور بدات تتعقد وكلام كتير والدنيا واقفه، فما كنتش حابب الامور توصل لمرحله. اقول لك انا احساسك انت عايز ترجع لبيتك النادي الاهلي عايزه، وحاسس ان في حاجه واقفه، فانت عايز تعمل اي حاجه بالظبط عشان الموضوع يخلص، عشان يخلص بالظبط. هو ربنا طبعا بيريد في الاخر طبعا بالظبط، ويعني اكيد انت مكتوب لك حاجه كويسه يا هشام، واعتقد ان انت يعني الشخصيه اللي انا شايفها قدامي هتحقق نجاحات داخل النادي الاهلي بامر الله ان شاء الله. طيب خليني اخدك بقى لحته مهمه جدا، في ظل تألقك في مصر المقاصه
تألق الفريق بشكل عام انت ما دخلتش منتخب مصر، وده يمكن سؤال من الاسئله اللي ممكن يكون جمهورنا بيبعته في الفتره اللي فاتت او على مدار ما احنا قلنا هشام اسال هشام انت ليه ما دخلتش منتخب مصر؟ والله كابتن يمكن ما اعرف السؤال ده ممكن بقى يبقى يعني الكابتن اسامه نبيه هو ممكن اللي يرد عليه، بس ما ليه مش كابتن كوبر ما اعرفش يمكن هو ما كابتن اسامه اكيد هو اللي بينقل له الصوره او عشان هو المساعد بتاعه وهو اللي بيتفرج على الماتشات وهو اللي بيشوف الماتشات اكتر متواجد على طول، فاعتقد هو اللي بيبقى بيقول للراجل ان في حد كويس او في لعيبه كويسه. بس انا شايف وجهه نظري مش هشام بس، يعني فرقه مصر المقاصه اشتغلت كويس قوي السنه دي وكانت بتنافس النادي الاهلي لغايه اخر اربع ماتشات غريبه من البطوله، فانا المفروض كان طبيعي ان يبقى كان في حد في منتخب مصر تاني من مصر المقاصه ولا لعيب راح احمد الشيخ واحمد عشان هداف الدوري واشتغل بصراحه السنه دي بشكل مميز يعني. لكن ما اعرفش هو الاختيار بيبقى بناء على ايه. اي دوله في العالم تقريبا يعني او الكلام ان الفريق دايما بيبقى كسبان بيبقى اكتر عدد من اللاعبين، المنافس دايما بيبقى ليه برضه نصيب بالزبط. لكن انت بتتكلم ان ما فيش حد خالص، لا خالص، ما انا بقول لحضرتك يعني حتى اللعيبه جوه مصر من مقصه كانت بتتكلم يعني احنا ما اتخذش حد مننا ليه او ما فيش بص علينا ليه. لكن هو كل الناس اللي موجوده في المنتخب كانوا اغلبيتهم محترفين وبيضيف عليهم لعيبه الاهلي والزمالك بس، يعني كل المعسكرات اللي فاتت هم دول اللعيبه الموجودين. اللعيبه طبعا مهمه ولعيبه كبيره والناس المحترفين ما شاء الله شغالين كويس جدا. بس انا كنت بقول ان او شايف ان لا كان في ممكن مصر مقصه حد او اتنين لعيبه او ثلاثه لعيبه ممكن كانوا موجودين يتشافوا بس مش اكتر يعني يتشافوا وسط المجموعه وانت يعني تحكم عليهم. انا برضو يعني جزئيه اسامه نبيه مش عايز حد يفهمها غلط. انا قلت لك ليه مش هيكتور كوبر، انت قلت لي عشان هو المساعد هو اقرب واحد للكره المساعد. انا برضو توضيح عشان برضو توضحها ليه اسامه نبيه انت قلت عليه. لا كابتن اسامه عشان هو الراجل المساعد لهيكتور كوبر وهو اللي شايف اللعيبه، هو مصري هو عارف اللعيبه وهو بيتفرج على كل الدوريات. الراجل ممكن يكون بيسافر بيحضر للفتره اللي هي منتخب السعوديه. هو اللي بيختار فيها. كل اللاعبين ما دام انت لا انا مش قصدي كده والله، بس كابتن اسامه حتى طلع في كذا تصريح يعني ساعتها وقال ان في ناس قريبه من المنتخب وفي ناس بنبص عليها كويس، وفتره منتخب المحليين دي كانوا بيتكلموا علينا كويس ان المنتخب دوت في ناس هتبقى منه موجوده في المنتخب الاول. فاعتقد هو يعني هو عشان هو الراجل المصري وهو اللي بين الصوره كامله لهيكتور كوبر فانا عشان كده بقول كابتن اسامه، لكن مش عايز لكن ما اقصدش اي حاجه، ولكن ده برضو بيديني انطباع ان انت او انت وبعض اللاعبين داخل مصر مخصصه ان انتوا حاسين بظلم ان انتوا ما دخلتوش منتخب مصر. هو مش بمعنى ظلم بس بس اي لعيبه كابتن حراك عارف ان نفسه يلبس تيشرت بتاع منتخب مصر، ده شرف لاي حد واي حد نفسه يعني يمثل بلده. فان انت بتبقى شغال طول الدوري عندك هدف ان انت تروح منتخب مصر، صحيح. ده حلم لاي لعيب. فلما بتلاقي انت شغال كويس وفرقه شغاله بشكل كويس جدا وبتنافس في الدوري ولا لعيب بيروح منها، فبتحس ان انت يعني مجهودك ما فيش حد بيشوفه وما فيش حد بيقدره او كده. انا مش بتكلم على هشام بس، انا فاهم، انا بقول في لعيبه كتير كانت في مصر المقاصه عملوا السنه دي موسم هايل، واحنا كنا بس محتاجين فرصه ان ممكن تشوف بس الناس ديت ممكن تشوفها مستواها قريب من الناس الموجوده مستواها عامل ازاي، اما يبقوا في منتخب ومع لعيبه كبيره هيبقوا الامور هتبقى عامله ازاي، بس مش اكتر، وانت بعد كده تاخد قرارك يعني. لكن مش بتكلم على انا هشام راح او ما راحش، لا خالص انا ما عنديش مشكله خالص وهفضل اشتغل وهفضل اجتهد وهفضل لحد ما ربنا يكرمني ان شاء الله يبقى ليا نصيب ان انا امثل منتخب مصر، لان ده شرف لاي لعيب ان هو يبقى موجود. فرصتك بقى لدخول منتخب مصر من خلال النادي الاهلي يا هشام؟ انا شايف ان الفرصه اكيد هتبقى اكبر، لان طبعا النادي الاهلي العين بتبقى عليه اكتر وعدد البطولات بيبقى اكتر وعدد الماتشات بيبقى اكتر، ففرصه ان شاء الله كويسه للواحد ان هو يثبت نفسه اكتر وتبقى ان شاء الله يعني بوابه للمنتخب باذن الله ان شاء الله. طيب قول لي بقى مين زمايلك اللي موجودين في الفريق حاليا انت يعني دايما على اتصال بيهم وهم اصحابك، يعني انت قلت لي مجموعه كبيره منهم. اغلبيه الفرقه يعني علاقتي بيها كويسه جدا وقعدنا مع بعض وقت طويل يعني ممكن في الناشئين في النادي او في الفريق الاول، نبدا مثلا من الثلاث حراس يعني احمد والشناوي من الناشئين معايا في النادي وكابت شريف طبعا وسعد وحسين ورامي وكابتن احمد فتحي
حمودي، عمرو بركات، مؤمن، مؤمن كمان، ميدو جابر كان معايا في المقاصة السنة اللي فاتت، عمرو جمال من الناشئين برضو، يعني عشنا وقت طويل مع بعض، حسام عاشور طبعا، حتى عمرو السولية كان معايا في المنتخب الأولمبي. جميل. فالمجموعة صالح كنا مع بعض في المنتخب الأولمبي برضو. أغلبية اللعيبة الحمد لله. أنت كده بتقول لي إن تأقلم هشام هيكون سريع. لا إن شاء الله إن شاء الله. أنا عندي إن شاء الله مش هيبقى عندي مشكلة في النقطة ديت، لأن أنا مش غريب على المكان، وأغلبية اللعيبة الموجودة يعني لعبت معاها في، إذا كان في الأهلي أو في المنتخبات، كلهم صحابي وكلهم قريب منهم وكلهم علاقتي بيهم كويسة. طيب أنا هرجع بقى بيك لورا، ما دام إحنا اتكلمنا على المفاوضات وأنت دخلت النادي الأهلي إزاي، عايز أقول لك بقى بدايتك، بقى بداية وجودك في النادي الأهلي في قطاع الناشئين كانت إزاي؟ بداية كنت غالبا 7 سنين، وكان كابتن بدر رجب شافني وهو اللي اختارني، وانا حابب برضو من خلال حركه وقناه النادي الاهلي اشكره، ان كابتن بدر ليه فضل كبير قوي عليا. جميل. قوي قوي قوي. يعني هو اللي مربينا وهو مربينا كمان، هو بالنسبه لي قيمه كبيره جدا وليه فضل كبير قوي عليا وعلى كل المجموعه اللي هي الجيل بتاعي. هو ده المعلم والمربي، يعني اللي هو طلع المجموعه دي كلها. هو على فكره زي ما بيقول هو ابو، يعني بالنسبه في الفتره الجديده يعني كابتن بدر اكتشف مواهب كتير داخل النادي الاهلي. بالظبط دي حقيقه. انا لو عديت لحضرتك كم اللعيبه اللي كابتن بدر خرجوا من تحت ايديه، فلا هو قيمه كبيره وحاجه، ما يعني ما شاء الله عينيه بيفهم في اللعيبه كويس قوي وعارف ان اللعيبه دي قيمه كبيره. فهو يعني كان ليا الشرف ان انا اتمرنت معاه، ومدرسه الكوره هو اللي علمني كل حاجه كابتن. جميل. بدر رجب، فبشكره من خلال حركة. جميل اللي انت عندك حته الوفاء وال، لا ده طبيعي كابتن، دي اقل حاجه. الناس اللي تعبوا مع هشام واثروا فيا وساعدوني، ده اقل حاجه ان انا طبعا اشكرهم. وكابتن بدر طبعا واحد منهم طبعا. جميل جميل. مين بقى بعد كده مشيت ازاي بقى في القطاع نفسه؟ في القطاع بقى مريت بقى بمراحل الناشئين كلها طول عمري الحمد لله كابتن فرقتي، وكنت ماشي بتصعد الحمد لله مع الفرقة الأكبر مني، وكنت ماشي يعني زي الفل لحد مستر مانويل ما شافني. قول لي بس المدربين برضو عشان ايه ما ننساهمش، عشان لا في كباتن كبار برضو مرنوني ليهم، ليا الشرف طبعا اتمرنت معاهم وساعدوني برضو كتير. كابتن بدر، وكان كابتن وهبه، ومستر كروفر اللي هو المدرب الهولندي. أوكي. وكان كابتن محمد السيد. دول مدرسة الكورة. وبعد كده كان في كان كابتن علامة يهوب وكابتن ضياء السيد وكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عظيمه، كابتن امين عرابي، كابتن ماهر همام. جميل. عديت على كل، كابتن فتحي مبروك، خدت توليف. عديت على كل كل المدربين. يعني واسماء كبيره ويعني ومدربين كبار. فكل المدربين دول الحمد لله يعني اشتغلت معاهم واتصعدت الفريق الاول، وانا كنت ما كملتش 17 سنه. مستر مانو شافك ازاي؟ مستر مانو كان مسمي الفرقه فرقه هشام، اللي هي الفرقه الفرقه يعني بتاعتي عشان عشان يعني وساعدوني فعلا معاهم. ويمكن انا شاركت في 2006 2007 في الدوري، كان الاهلي حسم بطوله الدوري، وكان الماتش كنا بنلعب ماتش مع الترسانه، كسبنا الماتش ده 1-0 بجون احمد فتحي، ولعبت الماتش دوت اخر ربع ساعه. جميل. كانت اول مشاركه ليا رسميه مع الفريق الاول. وانا كنت يعني ما عدتش ال 17 سنه. وفضلت فتره، خلي بالك برضو اللي اتصعدوا هم عندهم بالظبط، والفتره دي يا كابتن كان صعب جدا حد يطلع مع الدرجه الاولى. كانت يعني الفريق كان قوي جدا واسماء كانت كبيره جدا، فكان صعب ان حد يطلع من الناشئين مع الدرجه الاولى ويلعب كمان. فكان ربنا الحمد لله وفقني، ومستمعني كان يعني مصمم عليا واداني فرصه كويسه، وده كان ما كانش بيحصل كتير يعني. تفكرني اول تمرينه كده مع ابو تريكه والمجموعه اللي انت بتقول عليها جيل. انا اقول حضرتك موقف ماتش الترسانه اللي انا دخلته دوت. وانا في الاتوبيس طبعا بقى طالع قاعد مرعوب.
كابتن كنت بتغير معاه في غرفة لا في النادي الاهلي في احترام بصراحه يعني. اصل احنا كان زمان الصراحه يا هشام احنا كنا انا جيلي كان اللي طلعت كان كابتن حسام بقى وكابتن ابراهيم وكابتن شوبير ونجوم كبار كابتن اسامه عربي طبعا يعني مش عايز انسى حد كانوا بيقعدونا الاول في اوضه وبعد كده نيجي قبل التمرين نقعد معاهم شويه بعد كده الامور ايه لا ده بقى لهم فتره طويله موجودين لا دخلهم شويه يغيروا معاهم كنا نستنى خلي بالك بقى نستنى ان هم يخلصوا الشغل بتاعهم بعد كده احنا نخش دي المرحله دي انا حضرتها تستنى ما كله غير بعد كده انت تخش الداخل قول لي لكن كان في احترام بصراحه وهم يعني قول لي بقى وانت طالع الباص كده كان ايه اللي حصل بس كنت طبعا يعني موقف مرعوب يعني مش متخيل ان انا ابقى موجود مع النجوم دي وماشي معاهم في الاتوبيس والفرحه طبعا مش طوعيه ويصادف بقى ان احنا في الاوتيل كابتن سعيد بيقول لي هتقعد مع مين وكده فقلت له مع اي حد قاعد مع مين انا مش هقدر اتكلم فلقيت كابتن ابو تريكه بيقول له كابتن سعيد انا هقعد مع هشام طبعا قال له كده وانا قلبي ده بقى يعني مستغرب جدا يعني من الفرحه ومش قادر اصدق وفعلا كابتن تريكه يعني اليوم ده كان ليا شرف وبقيت معاه في الاوضه لا هو غير عادي بصراحه لا غير عادي التزام وصلاة وهو دايما بيقرأ في القرآن يعني ونام بدري 10:30 دي لقيته فعلا وانا اصلا يعني زهقت وانا في الاوضه طبعا مصر كلها كلمتني وبقول لهم انا بقى فخور بقى ومبسوط قوي انا مع كابتن ابو تريكه في الاوضه اي حد يقول لي هات اكلمه وانا اروح فكان زهق مني عايز في الاخر بيقول لي يعني ايه اللي خلاني اقعد معاك اصلا فكان اليوم ده يعني بالنسبه لي مش هنساه يعني طبعا. كان اول ماتش كمان ليا مع الفريق الاول ف كانت فتره جميله يعني ده انا هقول لك حاجه حلوه طب انت جيت يا عم كان في بقى احنا كنا زمان نشيد احنا لازم نشيد احنا الشنط اللعيبه الكبار خلي بالك بص يعني انت لا احنا كنا متدلعين بالنسبه لك لازم نشيل وشنط واحنا مسافرين لازم نشيل بقى الشنط بتاعه الادوات والكلام ده بعد كده طبعا مسلمان والجي غير المواضيع دي بقى في حد بيسافر معانا خاصه بالموضوع ده اليوم ده في العشاء برده موقف تاني فدخلت بقى اتعشى خلاص انا معاهم واللعيبه بقى مبسوطه بيا كلهم محتضنيني ومعاهم فدخلت اتعشى وبحط اكلي وبتاع فلقيت واحد جاي من ورا كده ماسكني كده بصوابعه كده بكل قرف يعني القميص ماسكني بالتيشيرت كده كابتن بركات انا عرفت على قال لي انت بتعمل ايه فقلت له يا كابتن انا هتعشى قال لي ارجع اقف ورا بره خالص لحد ما اخلص قلت له حاضر بعد كده رحت راجع ورا خالص كده فراح نادى لي قال لي خد قلت له نعم يا كابتن قال لي شاف الطبق اللي هناك ده روح هات ورحت رايح جايبه قال له اجري يلا حط لي اكل قلت حط لي الاكل بتاع قال لي اجري حط لي على الترابيزه هات لي شوكه وسكينه قلت له عادي حطيت له الاكل وكل حاجه قلت له خلاص قال لي خلاص روح كل بقى مش هاكل بقى طب انا مش هاكل عارف انت لا والله كان دمه خفيف دايما هو ليه نوعيه خاصه او تهريج معين كده الناس بغض النظر هو بيعمل ايه بس الناس بتنبسط بيه بتحبه طبعا جميل طبعا طيب قول لي مستر مانويل بقى كان كلامه معاك في اول لقاء ليك كان عامل ازاي وهو بيشاركك في اول مباراه ممكن تكون شاركت فيها هو كان مقتنع جدا بامكانياتي وقدراتي ويمكن الفتره دي هو كان عايز يعمل لي برنامج كان مستر فيدالجو كان موجود ساعتها معانا وفعلا اخذ لي القياسات واخذ لي كل حاجه ان انا اشتغل معاه في الجيم وكده وان هو يحسن من جسمي والقوه البدنيه والحاجات دي وكان مقتنع جدا بيا وكان في وسط التمرين كان بيقول لي مثلا محتاج تعمل كده محتاج تطور نفسك في الحته ديت كان بيكلمني على طول يعني هشام كان المترجم كان بيوضح لي ف يعني انا كنت مبسوط معاه وكنت حاسس ان انا كنت طبعا لسه صغير مش مدرك اللي انا فيه قوي طبعا بس طبعا كانت فتره كويسه جدا بالنسبه لي وكان على طول بيوجهني يعني بس بعد كده كان عندنا بقى منتخب كان كابتن ربيع سين هو المدرب فاغلبيه الوقت كنا بنسافر فما بقتش ابقى موجود كتير بقى يعني ارجع مثلا اسبوع وبعد كده ممكن اثر وجودك في المنتخب مع الفريق الاول اكيد يعني بتشوف ان انت كان احسن ليك انك تقعد مع الفريق الاهلي اكتر من ان انت تروح منتخب الشباب ده هو الاثنين يعني حاجتين كويسين جدا طبعا انت تبقى في منتخب مصر ودي ده شرف لاي حد وان النادي الاهلي برضو موجود في الدرجه الاولى وسط اللعيبه الكبيره كانت موجوده وخصوصا كمان مع مستر مانويل انت ما كانش حد بيتساند خالص كان صعب جدا لحد يعني ما بيعجبوش العجب كان صعب جدا لحد يطلع من ناشئين الفريق الاول واللعيبه اللي كمان كانوا موجودين كانوا عظماء يعني لعيبه كانت صعب جدا انت موجود وسطيهم صحيح طيب ما دام كلمتنا عن المنتخب ومنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي عايزك تكلمني عن الفتره دي
زي ما انت بتتكلم كده دخول المنتخب ده شرف لاي لعيب، سواء بقى حتى لو انت بتتكلم على قطاع ناشئ او منتخب الناشئين او شباب او اولمبي، اللي انت وصلت الاولمبيات مع المنتخب طبعا لولا الاصابه هشام طبعا كنت هتبقى من اللعيبه المميزه في الاولمبيات، لكن خليني على فتره المنتخبات معاك يا هشام. فتره المنتخبات كان مع البدايه كان كابتن علاء نبيل، اشتغلنا مع فتره برده كانت كويسه جدا، وكابتن علاء برده من المدربين اللي انا كان ليا الشرف اشتغلت معاهم وبرده ساعدني كتير، وهو لحد دلوقتي علاقتي بيه كويسه جدا. وبعد كده عدينا المرحله دي دخلنا مع كابتن ربيع ياسين، وكابتن ربيع برده يعني لسه كان معانا حالا مع كابتن عبد الحميد، انا للاسف ما شفتوش بس هو يعني قمه الاحترام، انا بحبه جدا وساعدنا كلنا اللعيبه كمان كان بيحب لعيبتنا جدا بتاعت الاهلي، لان كنا مخلصين وكنا في المعسكرات احنا اللي بنقرب الناس ونشد الناس وعلى طول ملتزمين، فهو كان بيحبنا جدا. وبعد كده بقى الفتره اللي بعديها كان كاس العالم 2009 هنا في القاهره، كان مستر سكوب هو المسؤول وكان كابتن هاني رمزي. وبعد كاس العالم دخلنا في مرحله المنتخب الاولمبي، كابتن هاني رمزي هو اللي متولي المسؤوليه، وانا من خلال حضرتك برده بوجهله الشكر، يعني كابتن هاني مدربين الكبار وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا، والراجل ده ساعدني ووقف جنبي كتير، يمكن الاصابتين الكبار اللي جولي كانوا من في المنتخب والاثنين كنت موجود فيهم مع كابتن هاني رمزي، فبصراحه ما تخلاش عني خالص وعمل لي اللي انا عايزه وصفرني بره، عملت العمليه ووقف جنبي في كل المواقف اللي كانت صعبه بالنسبه لي، وكان دايما مؤمن بقدراتي ان انا عندي امكانيات كويسه ولعيب كويس، فكان كل معسكرات حتى لو انا ما كنتش بلعب في النادي بتاعي كان بيجيبني، فانا بشكره على الثقه اللي هو يعني مديها لي وكل حاجه عملها معايا ووقف جنبي كتير، ولازم اديله حقه طبعا. كابتن هاني رمزي يعني قيمه كبيره بصراحه. بس والمنتخب الاولمبي بعد كده جينا فتره الاولمبياد دي انا اتعورت، قبليها كان في بطوله عربيه في السعوديه واحنا كنا بنشارك فيها مكان المنتخب الاول. صحيح. والفتره دي كانت يعني من احسن فتراتي، كنت فايق ومستوى كبير وكنت شغال زي الفل. جيت قبل الماتش، اول ماتش في البطوله بالظبط كان مع منتخب السودان، اول 12 دقيقه او حاجه حضرتك كنت لسه عارض الصوره. بص بقى جالي الاصابه الصعبه دي. شوف الاصابات دي يا شيم، بس انا عايز اكلمك بقى على الاصابه دي والتوقيت ده بيبقى بقى خلاص بعد ما انت يعني بتبتدي تعمل عمليه او بتجبس او تفكيرك بيختلف تماما. وانا عايز، انا قلت لك انا بحييك وحييتك قبل ما نخش الاستوديو على شكل الاصابه اللي انا شفتها دي، وانك ترجع بالشكل اللي احنا شفناه في المرحله اللي فاتت، وانك ترجع بيتك بالقوه دي. خليني بس اروح لتقرير مع دكتور عصام سراج وارجع بقى نقطه التحول ونقطه الاصابه وتحولك بقى انك ترجع تبقى اقوى من الاول. هروح لتقرير مع دكتور عصام سراج وارجع اكمل كلامي مع هشام عن طبعا اصابته ونقطه تحوله في كره القدم، لان في دايما في كل لعيب كوره عنده نقطه تحول بتخليه بني ادم تاني. نروح للتقرير سريع ونرجع نكمل. كابتن حسام مهتم جدا ان يبقى هشام موجود معانا في النادي بصفته ان هو من وجهه نظر كابتن حسام وراي الناس كلها ان هو افضل محور ارتكاز موجود في مصر، هيبقى صفقه مهمه، هيبقى هندمج معانا في الفرقه لان هو اصلا ابن النادي، متواجد معانا في خط المنتصف مع حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السليه، اكرم توفيق ان شاء الله في المستقبل. فكانت صفقه مهمه جدا، ده كان اختيار مهم جدا لكابتن حسام بدر. بص احنا كنا بادئين الموضوع من فتره طويله وكان اللي هو محمد متفاهم الامر، وبعدين في انديه منافسه دخلت في الموضوع حبوا يعلوا القيمه بتاعت الصفقه عشان لمجرد الدخول في الموضوع، واحنا متفاهمينه جيدا يعني، بس احنا بادئين الموضوع من الاول واتفقنا على كل حاجه من فتره طويله. اللي هو محمد انا بشكره وبشكر مجلس الاداره، الناس التزموا معانا ببعض التفاصيل ونفذناها. في حاجات داخليه ما ينفعش تتعلن
وممكن يبقى ليها وقت معين تتعلم فيه، لكن في حاجات مهمة جدا في التعاقد بتاع الشام ما بين الأهلي والمقصة، لكن نحترم التزامنا وكلامنا معهم وكل أمور لكل مقام مقال. يعني هشام ابن النادي وكان معايا في قطاع ناشئين، قعد اكتر من 10 سنين في النادي الاهلي في قطاع ناشئين، لعيب مميز جدا كان مهم جدا. يعني احنا كان كابتن حسام كنا عاملين بلان كده، احنا محتاجين مين في مراكز معينه، احنا على طول بندور على الكيف مش الكم، الكيف احنا احتياجاتنا ايه، مش هشتري لعيبه. الراجل كان محتاج اول واحد يتكلم عليه في اولوياته كان هشام، كان مهتم بيه جدا. فاتاخرنا شويه زي ما قلت حضرتك، كان في ناس بتحاول انديه معينه بتحاول تنافسنا على الموضوع، لكن هشام حسم امره من بدري. تعطلنا شويه، كان في ضغوط، بعض الضغوط عليه وعلى وكيله وعلى نادي المقصه، ولكن الناس في الاخر كان قراره ومختاره من النادي الاهلي. ربنا يوفقه يا رب، وان شاء الله انا اراهن عليه ان هو يبقى حاجه جامده جدا في النادي، لان هو عنده شخصيه النادي الاهلي تفرق كتير جدا مع اللعيب اللي جاي النادي الاهلي. ادام عنده شخصيه النادي بيتوفر عليه 70-80% من المشوار. ربنا يا رب يوفقه، وبقول له ما تركزش في اي حاجه غير الملعب، اي كلام يتقال مالكش دعوه بيه، ركز في الملعب وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. يعني اكيد يعني دكتور عصام لازم اخد من كلمته ان في بعض الانديه كانت وقفت في الصفقه وكانت هتخليها تبوظ، ولكن طبعا زي ما نقول الفيصل دايما هو اللاعب. هشام هرجع للجزئيه دي لان جزئيه مهمه جدا عشان نبين بس جمهور الاهلي هشام بيحب النادي الاهلي قد ايه وعارف ان ده بيته، فبالتالي جزئيه نادي الزمالك دي انت كنت برضو لازم توضحها مره ثانيه عشان بس جمهورنا ويفهم برضو، لان دكتور عصام برضو هو بيتكلم يعني برضو اتكلم فيها بشكل مميز جدا. هو والله يا كابتن كل المفاوضات كانت ما كانش في حد بيكلمني انا، انا اصلا كنت قافل تليفوني ولا من الاهلي ولا الزمالك، يعني كنت قافل تليفوني واحمد كان يكلمني يقول لي مثلا في كذا او بنقعد او بنتقابل او كده، او يبعت لي يقول لي مثلا نتقابل. فكان في طبعا كان في كلام وطول الفتره اللي فاتت كان فيها كلام، ومش الزمالك بس، كان في نادي كمان في السعوديه وكان يتعرض عليا مبلغ كويس برضه. بس انا زي ما قلت لحضرتك انا ما فكرتش في الفلوس والله. يعني انا كل تفكيري ما كانش ان انا اخد رقم كبير وابقى معايا فلوس في الاول، ولا خالص والله. وما بحبش اطلع اقول انا ضحيت عشان خاطر النادي وانا سبت فلوس كتير وسبت ارقام كبيره يعني انا ما بحبش اقول كده ولا هقول كده، لان يعني انا اصلا انا من الاول انا مقرر، وانا كان قراري ان انا بيتي احتاجني فانا راجع بيتي. اللي هم عايزين بقى يعملوه مش يعني الحاجات التفاصيل الثانيه دي انا مش. لكن انت ما عندكش معلومه نادي الزمالك كان عرض على مصر مقاصد؟ لا انا بشوف طبعا، انا بني ادم طبعا وبعرف واكيد بشوف وبقرا، وفي الشارع بقابل ناس بتقول لي اهلاويه بيقول لي هترجع امتى وهترجع النادي ومحتاجينك، الناس الزملكاويه بيقول لي احنا محتاجينك برده في نادي الزمالك. لكن الاداره نفسها ما بلغتكش بالرقم؟ كنت عرفت الكلام ده بقى في الاخر خالص، يمكن الايام الاخيره لما قعدت مع اللي هو محمد عرفت ان الزمالك مقدم عرض كبير، يعني القيمه الماديه غالبا كانت اكبر ضعف الاهلي غالبا. بس هو يعني زي ما قلت حضرتك كابتن الموضوع ما كانش فلوس حقيقة. الموضوع في الاول هو قرار، انت مرتاح في المكان اللي انت اتربيت فيه والمفاوضات كانت كمان بشكل محترم يعني حقيقة. بصراحه يعني حتى الكلام من نادي الزمالك كان كله مع احمد، فانا يعني بعد ما قابل احمد او بيقول لي مثلا حصل كذا 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 كذا، وكان بكل احترام وبكل ادب يعني الناس بصراحه ما كانش في اي تجاوزات خالص. بس انا زي ما قلت لحضرتك انا واخد قراري من الاول ان انا بيتك احتاجك فانت راجع. جميل. وخصوصا كمان البيت عندي يعني والدي ووالدتي يعني. طب خليني بقى يعني ما انت بتتكلم بيتك وان انت بدايتك وكنت بتتكلم على كابتن بدر رجب وشكرته بشكل كبير، هو معانا على الهاتف بقى عايزك تقول له الو. الو الو يا هشام يا كابتن، ازيك يا ايش كابتني حبيبي يا كابتن. مسي الاول على كابتن محمد. كابتن بدر حبيبي يا جميل، وحشني والله، وكنت سعيد لما شفتك من يومين هنا في القناه والله.
ربنا يخليك يا كابتن محمد. كابتن بدر يعني هشام مش عايز اقول لك قال قصائد شعر في كابتن بدر رجب، وده حاجه قليله طبعا. احنا عارفين كابتن بدر ودايما يعني ما فيش ناشئ او لاعب صغير جه ولعب الفريق الاول او ما زال لسه في قطاع ناشئين الا ما بيتكلم على كابتن بدر رجب بشكل مميز جدا. هشام اتكلم على وجودك معاه واستقبالك ليه دايما، او كان استقبالك في قطاع البراعم كان مميز جدا، ويعني زي ما بيقول اثرت فيه بشكل كبير. هو معاك اهو على معاك على الشاشه اهو، اتكلموا بقى مع بعض زي ما انتوا عايزين. هو هشام بيجاملني يا كابتن محمد ما انت عارف. لا لا يا كابتن خالص والله. لا الحقيقه لا اتكلم عليك بشكل كويس قوي يا كابتن. ده حراك اللي مربينا ومش هشام بس والله يا كابتن. انا بقول لحراك لو جبت مجموعه الناس اللي بتلعب في الدوري هتلاقي مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، كابتن بدر الفضل الاول والاخير ليه. تسلم يا هشام يا حبيبي. هو بس اقول حاجه لهشام و للنادي الاهلي، ان هشام ده ابن البكر في النادي الاهلي حقيقي. وانا هشام بالنسبه لي بعيد عن الفنيات طبعا والحاجات اللي عنده الجميله المهاريه، هشام من اقدب الناس اللي مرنتهم في تاريخ حياتي. من اقدب الناس اللي مرنتهم في حياتي، ولد خجول ومؤدب. هو واضح عليه يا كابتن جدا جدا جدا، وبيحب النادي الاهلي اكتر من اي حد. لان هشام فعلا العيله باباه ومامته واخواته اهلاويه يعني بطريقه يا كابتن محمد لا تتخيلها. وبالتالي هشام ده يعني ما كانش فيه اي يعني اي شك ان هو هيرجع النادي الاهلي. انا متاكد 100% ان مهما عرض عليه، لو عرض عليه ريال مدريد والنادي الاهلي هيختار النادي الاهلي، لانه فعلا متربي في النادي الاهلي ومن الناس اللي كان لهم دور كبير جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. حتى اما طلع بهدوء جدا واثبت نفسه. كنت كابتن بدر كنت سعيد بوجوده يعني. كابتن بدر كنت بتشوف ان هشام كانت فرصته في التوقيت او الجيل اللي هو طلع فيه ده كانت الى حد ما هي سبب ان هو ما يكملش في الفريق الاول، وان زي ما انت بتتكلم كده رجوعك ده كان وضع طبيعي لان هو لاعب مميز؟ طبعا. بص يا كابتن محمد، قصه ان اللعيب مشي عشان كان في مجموعه، الكلام ده انا مش مقتنع بيه خالص. خالص كل ده كلام، ده كلام فض مجالس وكلام للترويج كده لا يذكر. لان ما يبقى عندك لعيبه زي دي وبالامكانيات دي وتقول لي اصل المجموعه اللي كانت موجوده، طب ما انا احط الصف الثاني للمجموعه الموجوده. اما المجموعه ما بطلت دي بقينا تعبانين. ورجعنا تاني ندور على اولادنا. لا القصه مش كده خالص، القصه لما يبقى عندك لعيب كويس لازم تحافظ عليه ولازم تبقى انت بتتابع خطواته وبتراقبه، ما يمشيش وبعدين نرجع ندوخ عشان نجيبه. طب المفاوضات اللي كان بيتكلم فيها هشام وحضرتك بتتكلم معاه، لو بقى الاغراء ولد غير هشام وبقى عنده ميول ماديه كان هيرجع النادي تاني؟ هيبقى عندنا مشكله كبيره يا جماعه. لا انا ضد ان 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 اصل كان في ابو تريكه، اصل كان في، طب وبعدين وبعد ابو تريكه هتبطل؟ مش لازم يبقى عندك قاعده تطلع ورا بعض يسلموا بعض ويسلموا الرايه. فهشام اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي اللي حابب اقوله كابتن محمد. وده ومش هشام بس، كل زمايله اللي كانوا موجودين اضافه كبيره للنادي الاهلي، وهم ولود النادي وده بيتهم الطبيعي. يعني احنا ربناهم على ان ده بيتكم وان دي وان احنا عيله كلنا، وحتى لو بقيت بره العيله بتاعتك سهل جدا ترجع. صحيح. بالتالي اي واحد يمشي من الاولاد دول من النادي الاهلي عمره ما بيجرح ولا عمره بيتكلم ولا عمره بيقول ولا عمره بيهاجم، بالتالي الجول بقى سهل جدا للنادي الاهلي. الاداره بتتقبله، المدربين بتتقبله، زمايله بتتقبلوه، اللعيبه بتتقبله، بيبقى رجوعه سهل لان ما بيغلطش. وهم اتربوا على كده حب النادي الاهلي. وواضح الانتماء اللي موجود عند هشام كابتن، يعني اعتقد ان الانتماء موجود بشكل كبير. حاجه جميله يا كابتن محمد، حاجه جميله جميله. يعني انا مش يعني المدح فيه قدامه مازلنا يعني. ان هشام حاجه بالنسبه لي انا كمدرب ليه، انا ما مرنتش حد كده. انا ما مرنتش حد كده. هشام ده كابتن محمد عمري في حياتي ما زعقت له غير مره واحده في قطر. فاكر هشام؟ فاكر يا كابتن. انت عارف ليه تسال؟ ليه؟ لان احنا في لعيبه كده كانت بالنظره، هشام ده بالنظره يفهم من غير ما اتكلم، هو عارف انا عايز ايه. ان شاء الله يبقى اضافه كبيره. طيب كابتن، يعني من خلال انت دربت هشام، يعني ال 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 الاستفاده الفنيه للفريق الاول من هشام هتكون عامله ازاي؟ بص يا كابتن محمد، انت جايب لعيب عنده فكر. اقول لك على حاجه عشان يعني الناس تعرف، انت جايب هشام انت جايب حسام غالي تاني. بجد. بص يمكن حقيقي، ما هو الناس بتشبهوه بشكل كبير بحسام. ما انا بقول لك انا الكلام ده من زمان قوي، من ساعه ما جالي كنت بقول كده في النادي الاهلي، بقول لهم ان في حسام غالي عندنا طالع تاني. ان شاء الله بامر الله هتشوفوا حسام غالي تاني، وده يحقق هشام، لان هشام عنده فكره يا كابتن محمد.
وده اجتمع الفكر والمهارة انت بقيت لعيب اضافة كبيرة قوي في الملعب. لان مفيش مدرب يا كابتن محمد بيقول كل حاجة. صحيح. ساعات اللعيب بيحل لك اللغز، وساعات اللعيب هو الكرات الفردية بتفرق، والقدرات الخاصة لدى اللاعب بتفرق، والتفكير العالي التفكير التكتيكي على مستوى عالي بيفرق، امتى باصي امتى عدي امتى شوط امتى كمل امتى ما كملش امتى موت اللعب امتى اسرع اللعب اتحكم في ريتم المباراه، كل ده حاجات فنيه عشان بيمتلكها. واحنا شفناها، احنا ما بنتكلمش كده، احنا شفناها على الحقيقه. صحيح. يعني الكلام ده عمله في المقصه. لا كابتن 29 مباراه مع المقصه اعتقد ان عدد كبير من المباريات، احنا بنتكلم في بقى عدد المباريات الراجل كان بيتجوز، فبالتالي اعتماد كامل من كابتن هاج جلال على هشام، فده دليل ان اللعيب مميز جدا. ممكن يا كابتن محمد تلعب عدد ماتشات لكن مش مؤثر في الفرقه. صحيح صحيح. لكن لما انت تبقى متحكم في اداء الفرقه، ما هو الريتم ده يا كابتن محمد في لعيبه معينه بتحدده، زي عندنا حسام غالي مظبوط بيتحكم في ريتم المباراه امتى يسرع وامتى، لما يبقى عندك هشام يعني تكمله ان شاء الله ربنا يطول في عمر الكابتن حسام غالي الهرم الجميل في النادي الاهلي، ويبقى يعني موجود خمس سنين كمان ويبقى معاه هشام، فبالتالي نص الملعب النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى هو الاضافه الكبيره في انتصارات النادي الاهلي القادمه ان شاء الله. تقول ايه بس اخيرا كابتن لهشام بقى في المرحله اللي جايه؟ اقول لهشام ان شاء الله ربنا يوفقك يا حبيبي وركز وتمرين، انا عارف انت جد جدا في تمرينك، ولد ملتزم ما تلتفتش لاي حد هيهاجمك حتى هجوم الفتره الجايه من ناس ثانيه، لازم تركز في الملعب ولازم تقول انا اهو كانك لسه بتبتدي، كانك معانا في قطاع الناشئين ومدرسه الكوره، كانك لسه يا هشام بتحط رجليك اول مره عشان تقول انا اهو. كابتن بدر انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن بدر رجب طبعا نجم النادي الاهلي السابق، طبعا كل التوفيق ليك في مكانك في الامارات، وهنا طبعا زي ما بنقول مفيش حد زي ما بقول كده جه هنا وقعد واتكلم على بدر كابتن بدر رجب غير ان هو مكتشف المواهب. هو زعلك ليه في قطر صحيح؟ كابتن بدر اصلا ما زعلش حد، هو ما يزعليش. يعني هو زي ما كان كابتن بيقول بالنظره بفهم هو عايز ايه. كنا لعبنا منتخب قطر ماتشين، فالماتش الاولاني فوزنا 2-0 وانا جبت الجونين، الماتش الثاني وعملنا ماتش كويس قوي، الماتش الثاني الفرقه بتاعتنا مريحين خالص خالص، فراح بص لي كده وكنا مغلوبين 1-0، طلعنا ما بين شوطين مسكني بهدلني قال لي انا هزعل مين؟ انت كنت كابتن فرقه. انا كابتن فرقه هزعلك انت، الماتش ده ما كسبناش كان يعني ما فيش خساره، يعني احنا واحنا ناشئين ما فيش خساره خالص، الخساره دي مش موجوده. صحيح. وفعلا ربنا كرمنا الشوط الثاني وكسبنا 2-1 ودي بقى المرة وحيانا بقى بعديها بصراحة. هو بيحبك وواضح هو غرس فينا بحتة كمان يعني الروح والإنكار الذات دوت وحب النادي وإن أنت ما تلتزمش، دي كابتن بدر بصراحة حي. فضل ليه بصراحة حي. هو شخصية جميلة كمان كابتن بدر وجميل مبتسم. خليني أروح لتقرير عن الصحفيين وأرجع بقى أسألك على نقطة تحولك، نقطة الإصابة وتأثيرها عليك كان بالسلب ولا بالايجاب؟ بس واضح ان هي كانت بالايجاب، بس انا عايز اقول لك تقول لي بقى الايجابيه كانت ماشيه ازاي. هروح تقرير مع الصحفيين عن هشام والصفقه دي ونرجع نكمل كلامنا مع هشام محمد عن طبعا النادي الاهلي ومشواره القادم ان شاء الله. اعتقد هي دي روح ابناء النادي الاهلي، شفنا اسلام محارب خرج ورجع، شفنا هشام محمد خرج ورجع، قدر يثبت نفسه. على فكره بالمناسبه يعني ده مش معناه ان النادي الاهلي ما قدروش قبل كده، يمكن اسلام محارب لما كان في الاهلي قبل كده كان في مكانه ابو تريكه، محمد بركات، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وكان هو لسه صغير والقائمه 25 لاعب، فكان طبيعي ان هو مش هيعرف يحصل على فرصه، يطلع خد الفرصه بره ورجع للنادي الاهلي كبير. نفس الامر بالنسبه لهشام محمد، كان طالع في 2008 تقريبا مع مانويل جوزيه، كان نص الملعب في النادي الاهلي كان من اقوى المراكز في مصر كلها، فاعتقد ان هشام محمد او حتى اسلام محارب هيبقوا اضافه كويسه للنادي الاهلي، بغض النظر عن الارقام اللي الناس بتتكلم فيها وشغله نفسها بيها. انت منين بتطالب الفريق ان هو ياخد بطولات وفي نفس الوقت مش عايزه يدفع فلوس؟ الكره دلوقتي بقت صناعه، في نفس الوقت عرض وطلب، ممكن يبقى اللعيب مثلا النادي متفق ان هو يشتريه ب 5 مليون ويدخل نادي ثاني هياخده ب 10 مليون، فانت هتبقى مضطر تدفع يعني. فاعتقد ان احنا نبص للقيمه الفنيه اهم من القيمه الماليه. طبعا هشام محمد ارقامه كويسه جدا في التمريرات حتى وكل حاجه، يعني
لا ارقامه كويسه في المقصه، اعتقد هو خرج في المقصه اشتغل على نفسه اكتر وعمل اداء كويس ورجع تاني. اعتقد الاهلي هيستفيد منه كتير، عندنا بطولات كتير بننافس على بطولات، بننافس على الدوري، والاهلي بينافس على الدوري وافريقيا وعنده بطولات كتير جدا، اعتقد هيبقى مفيد في نص الملعب. كنا بنشوف دايما اكرم توفيق قله خبره شويه ابتدى ياخدها الفتره اللي فاتت، انما حسام غالي بقى بديل للسوليه وعاشور، اعتقد هشام هيبقى اضافه كبيره جدا. الحمد لله ان هو ربنا رجعه تاني للنادي ومش في المنصه كويسه، هما ناس كويسين بصراحه، والحمد لله هو اجتهد ورجع تاني الحمد لله. والله ان شاء الله يبقى كويس زي ما كان في المنصه كده ويمشي كويس في النادي الاهلي وكده، وربنا يكرمه ان شاء الله. يعني انا كل لما اجي اساله على نقطه تحوله يعني يكون معانا تقرير، طبعا ده والد هشام يعني راجل جميل اكيد هشام، وليه اكيد تاثير في حياتك، او انا اتكلم العيله كلها، ولكن طبعا الاب بيبقى ليه دور مهم خصوصا لعيب الكوره. طبعا طبعا والدي تعب معايا جدا وربنا رب يخليه لي ويبارك فيه ويشفيه. هو على طول كان معايا، ما كانش بيسيب لي ماتش والله يا كابتن في اي حته، الناشئين كان بيسافر ورايا كل حته وكان كل مكان ورايا، كل تمرين ورايا، كان على طول مساعدني وكان على طول بيقدم لي كل حاجه، وهو يعني فخر ليا، بشكره على كل حاجه عملها معايا في حياتي وكل حاجه علمها لي، وبشكره ان ربى ابنه كويس وربنا رب يخليه ليا وانا ماشي بدعواته. كانش ليه رأي في الصفقة؟ لا ليه طبعا، هو أول لما عرف طبعا الأهلي وفي مفاوضات وكده كانوا طبعا مبسوطين جدا ومن غير ما يفكروا قالوا لي لا طبعا ترجع النادي. وأحب برضه أشكر والدتي لأني يعني ربنا يبارك فيها ويخليها لي وأنا ماشي بدعائها، ربنا يخليها. وهي الست يعني دي مهما قلت مش هقدر أديها حقها، ما بخلتش علينا بحاجه خالص وطول حياتها عايشه عشان خاطر تخدمنا، فربنا يخليها لي يا رب هي والدي واديهم الصحه كده واقدر ارد يعني جزء بسيط من اللي هم عملوه معايا. ويعني هطول على حضرتك بس احب اشكر برضو مراتي، بشكرها على دعمها ليا لسه متجوزت في شهر 12 وهي ربنا يخليها لي يعني ويبارك فيها، وهي بالنسبه لي حاجه كبيره واستحملتني كتير ووقفت معايا كتير في حاجات كانت صعبه ووشها حلو جدا عليا طبعا، ربنا كرمني بعد جوازي الحمد لله بحاجات كتير كويسه وربنا يخليها لي يا رب وما تحرمش منها ابدا يا رب. وبشكر كل اهلي كلهم، كان ليا اخ ليا حسام اكبر ولا اصغر؟ ليه اصغر، انا الكبير. وكان ليه حسين بس هو توفى الله يرحمه، كان حسين لعيب في النادي برضو وكان كابتن فرقته مواليد 92 بس جاله تعب وجاله مرض كانسر وربنا رحمه وافتكره في مكان احسن. وليه حسام ده الصغير 2001 بيلعب كان لعيب في النادي الاهلي وبعد كده وديناه انبي وان شاء الله يبقى لعيب كبير يرجع تاني حاجه، لا هنسفره بره ان شاء الله. لا الاهلي بره ان شاء الله، ده يعني باذن الله سفره بره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اكلمك يعني يعني معانا والدته على التليفون، والدتي هشام معانا. طيب يعني مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويعني هشام لسه بيتكلم ودعوات حضرتك اكيد. احنا دايما بنتكلم ان الام بيبقى ليها دور مهم جدا في لاي لعيب كره قدم، لان طبعا زي ما بنقول اصابات كتير، حاجات كتير قوي بتحصل خارجه عن ارادته، فبالتالي الام بيبقى قلبها دايما على ابنها يعني اكيد منوره قناه الاهلي. ويعني هشام مع حضرتك يعني لو عايزه تسلمي عليه. الله يسلمك هشام. يعني انت كنت لسه بتكلم ماما وتقول على دورها معاك طبعا. ايوه ازيك يا هشام؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الله يخليك يا حبيبي، الف مبروك رجوعك النادي. ربنا يبارك فيك يا رب. اتمنى لك التوفيق يا رب دايما كده وتكون اضافه قويه للنادي الاهلي ومع زمايلك ان شاء الله باذن الله.
ربنا يخليك يا عم. يعني فندم حضرتك وهشام لما خرج من النادي الاهلي وهو بكلام ان هو يرجع تاني للنادي، حضرتك كنت بتقولي له ايه؟ بقول له طبعا ابن النادي طول عمره، وياما خد يعني على طول بطولات وهم في الناشئين هو واخوه كده، طبعا دي كانت امنيه بالنسبه لنا واتحققت الحمد لله. طيب يعني هو يعني هشام يمكن اتعرض لاصابه لو حضرتك، احنا كنا لسه هنتكلم عليها، دايما الام، انا يمكن النهارده اتصبت كتير على فكره، ودايما امي كانت دايما بتتخض، اول واحده بتتخض بعيد عن الاب، طبعا الاب بيبقى ممكن لحد ما الامور اقوى شويه، لكن حضرتك كنت لما بتشوفي هشام في الاصابه حضرتك كنت بتعملي ايه؟ الحسد بيبقى كتير اكيد. طبعا انا على قد ما بقدر، على قد ما انا ببقى موجوعه، بس بحاول والله قدر الامكان، وهو عارف كده كويس ان انا ما اظهرلوش ان انا يعني دي حاجه كبيره ولا حاجه صعبه، لا ان شاء الله يا هشام تكون بألف سلامه وترجع احسن من الاول باذن الله. فعلى طول كنت يعني معاه كده يعني. طيب يعني حضرتك يعني بتقولي هشام بقى المرحله الجايه، وبتدعي بقى للنادي الاهلي بقى في ظل وجود هشام بقى المرحله الجايه انه ياخد كل البطولات، يعني اكيد دعوات الامهات دي حاجه مهمه. طبعا اتمنى له طبعا النادي الاهلي دوت، يعني احنا من مشجعين من قبل هشام ومن هم صغيرين، ويعني الناس الاهلي ده بتاعنا يعني. قلت له ما يروحش حته غير الاهلي؟ ها طبعا حضرتك قلت له ما يروحش حته غير الاهلي؟ ها طبعا كان من ناشئين النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني رقم. كنت بتروحي وراه برضو النادي وهو في القطاع؟ طبعا والله انا كنت انا مثلا مره وبابا مره، انا مره وبابا مره كده. وهم في الناشئين يعني. ربنا يخليكم طبعا ليه طبعا. اتمناله ان هو يكون اضافه قويه للنادي الاهلي ومع زمايله باذن الله ان شاء الله. يمكن انا عارف برضو ان خالد حضرتك برضو يا العيله العيله موجوده معانا على الهاتف. طيب يا ريت تدهاني. اتفضل. مساء الخير على حضرتك يا فندم. الو مساء الخير على حضرتك، تحياتي ليكي. الله يخليك. يعني هشام موجود معانا اهو في الاستوديو، يعني برضو كان بيتكلم ان العيله بشكل كبير كانت واقفه جنبه، وحضرتك ام تانية ليه اكيد. طبعا ربنا يكرمه يا رب، بنقول له الف مبروك رجوعك لبيتك يا هشام، نورت بيتك، الله ربنا يكرمك، تكون اضافه كويسه للنادي، وكان معاه انجازات كتيره باذن الله. اهلاويه برضه حضرتك؟ ها كل العيله. العيله كلها بنشيك، بس بنشيك بنشيك. طيب يعني يعني طبعا وهشام بيرجع تاني برضه، ونفس السؤال للوالده، كنتوا انتوا كعيله بقى بتقولوا له ايه؟ لا بنقول له طبعا واقفين معاه، احنا مربيينه يعني، هشام بيدينا شويه ويمشي يعني معانا بيطوروا، احنا معاه وبنشجعه وعارفين ان هشام بيخدم النادي الاهلي جدا 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 بصراحه يعني. تتوقعي بقى ليش تتوقعي لهشام بقى المرحله الجايه يكون عامل ازاي مع النادي الاهلي؟ ان شاء الله بيدي لك كويس جدا، يقدم احسن ما عنده ويكون اضافه انا بشكر حضرتك، يعني اكيد شكر يعني كبير، اكيد دعواتكم بقى لهشام ولزمايله والنادي الاهلي بشكل كبير وجوده يعني دايما باستمرار، لان الدعوات دي مهمه جدا. ولكن قبل ما اقفل مع حضرتك، بتشوفي اصعب وقت كان لهشام مر عليه في حياته كان امتى؟ يمكن فتره وفاه هو تاثر، وحتى اثرت عليه من ناحيه اللعب الحمد لله قدر يستعيد. طب اكتر ماتش انتوا افتكرتوه بالنسبه له، يعني كنتوا فرحانين ان هو كان متالق بشكل كبير، تفتكريه حضرتك؟ اكتر ماتش؟ يعني اكتر ماتش هشام كان متالق فيه وانتوا كنتوا مبسوطين بيه قوي، ولما رجع البيت قعدتوا تكلموه عن الماتش ده. هو يمكن الماتش اللي كان بعد جوازه على طول، طبعا كانت العين عليه، كان لسه متجوز، وكل بقى يقول بقى هيقدر يلعب كويس ولا لا، حصل احنا كويس جدا فيه وجاب جول، فاحنا كنا فرحانين جدا بالماتش ده. جميل. انا بشكر حضرتك طبعا، دعواتكم زي ما بقول لكم كده لينا والاهلاويه كلهم والنادي الاهلي ولهشام، ان شاء الله نبقى دايما في المقدمه باستمرار، دورهم مهم جدا العيله ده، خلي بالك هشام اكيد، وانك ترضيهم ده حاجه مهمه جدا اكيد والله يا كابتن، دي من الحاجات الاساسيه عندي، وانا دايما بفتخر بيهم واهلي دول عندي حاجه كبيره جدا جدا جدا، تعبوا عشاني كتير واتبهدلوا عشاني وضحوا بكل حاجه عشاني،
فانا من غيرهم ولا حاجه. دايما لعيب الكوره يعني. دايما لعيب الكوره تلاقي دايما العيله متبهدلين ورا فعلا. خلي بالك بس عشان الموضوع مش سهل يعني، سواء بقى اصابات سواء ورا في كل حته. لما انت بيحصل لك زي دروب وبتبتدي تتضايق وتزعل انك ما بتلعبش، هما بيتاثروا بشكل كبير. اكيد اكيد اكيد. الناس كمان ما بتشوفش كده يا كابتن فاروق. الناس كلها معها ان انت خدت فلوس قد ايه، او لعيب الكره ده بيروح ياخد يجيب فلوس ويجي، ما بيشوفوش التعب، التضحيه قد ايه، الاصابات، اهلك بيبقوا عاملين ازاي. كل التعب اللي انت بتشوفه ده ما حدش بيشوفه يعني، ما حدش بيحس بيه غير اهلك. انا هكلمك بقى، ما دام احنا اتكلمنا بقى على الاصابات وفتره والاهل، فتره الاصابه بقى والاصابه نفسها. انت كنت قلت لي ان انت الاصابه جت في مباراه السودان، كانت في البطوله العربيه اللي قامت في السعوديه. الاصابه كانت صعبه جدا. انا يمكن انا بتفرج عليها دلوقتي على الشاشه قبل ما نخش، يعني حاجه كانت تقول ان اللعيب ده مش هيلعب كوره تاني. انت لما صابت الاصابه دي وحتى وانت بتشوفها قلت ايه لنفسك؟ هو طبعا حضرتك قبل عارف قبل بقى ما اروح لازم اكمل بقى العيله. قبل ما اروح معاك طبعا حاج هاني غريب حماك، وده حاجه مميزه جدا، وخلي بالك الرضا بقى هنا هيخليك تفرق كتير. مساء الخير على حضرتك يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك. ويعني هشام موجود معانا وبيشكر بقى، ان هو بيشكر طبعا في زوجته، واكيد ما دام بيشكر في زوجته يبقى الاصل موجود هو العيله. انا هطول عليك كتير. اتفضل. اولا طبعا هشام يعني احلى حاجه فيه ادبه. جميل. واخد بالك؟ وهشام طبعا امه وابوه ربنا يشفيه يا رب ناس محترمه جدا. وهحكي لك مثلا حاجه صغيره قوي. لما هشام مثلا جاي يخطب يومي. اولا يومنا دي بنتي الوحيده. ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها لك. وجت مامتها كلمتني فقالت لي طب خليه يكلمني. كلمني قلت له بص انا الاول اقابلك في حته كده بعيده اتكلم معاك. انا بصفتي راجل مثلا في السوق بتاع ليا نظره في البني ادم. هو ادبه اللي خلاني اقول له سيب كل حاجه على الله. انا ماليش الا شرط واحد او شرطين، ان اللي ياخد بنت يحافظ عليها. الحاجه الثانيه ان بنتي تتجوز لما تخلص تعليمها. هي كانت في كليه صيدله بقى. من اخر سنه. انا ربنا طبعا كرمني في بنتي وكرمني في الشام. وانا يعني حتى لما جه اخد رايي ان يروح فين فقلت له ده قرار مستشير ربنا، بس بص لقدام ما تبصش تحت رجلك. صحيح. يعني انسان عايز يبص لمستقبله لقدام. صحيح. لولاده قدام. صحيح. الحياه كلها مش فلوس، خلي بالك. صحيح. هو حقيقي هو هشام بيتكلم في الجزئيه دي. لكن حاجة هاني يعني انا يمكن عشان الوقت بيخلص معايا، لكن كان كلامك مهم جدا ان حته الفلوس مش موجوده عند هشام، ودي حاجه مميزه جدا. اتمنى له طبعا كل التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا. يعني هشام انا وقتي بينتهي ولازم اخد جمهورك اللي المفروض بيستقبلك بشكل كبير. كنت نفسي اتكلم على موضوع اصابه ونقطه التحول لكن ما عنديش وقت يا احمد. واحنا يعني لو ينفع حتى نشوف بس الاصابه سريعا كده عشان الفيديو مهم جدا عشان نقول الدنيا ماشيه ازاي. خلاص مش جاهز. خليني اقول لك طب هشام الناس بتقول لك ايه على زينك. بس كابتن حابب اشكر الباشمهندس محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي، لان هما الناس ساعدوني كتير. واول لما كلموني كنت انا مبسوط جدا وتحت امرهم. ومكالمه باشمهندس محمود طاهر بالنسبه لي كانت حاسمه بالنسبه لي ان انا ابقى موجود في ناديه. وانا بشكره على كل الدعم اللي هو قدمه لي الفتره اللي فاتت. وبس يعني هبشكره وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي. جميل جدا. جميل يا هشام. خليني اقول لك بقى جمهورنا بيتكلم وبعت لك على صفحه البرنامج او صفحه القناه بيقول لك ايه. بيقول لك يعني شهاب اشرف بيقول لك اقول له ربنا يوفقك وتتالق، ويا ريت مش عشان رحت الاهلي ورجعت يبقى خلاص ما تتالقش. ده زي ما بقول لك المسؤوليه اللي انت عملتها من خلال المقصه ماشي طبعا، وجمهور متابعك بشكل كبير. بداية ان شاء الله. ده كان شهاب. ايضا اتش اي اس ان بيقول حاول تثبت نفسك في الملعب بقدر الامكان لانك وسط كتيبه من النجوم وهتبقى تحت الانظار طالما لبست تيشيرت الاهلي. اسامه كريم بيقول لك عاوزينك بطل من ابطال الاهلي والعب بروح الفنانه الحمراء
وقلبك يتهز لما تسمع الثالثه شمال؟ ده اكيد طبعا من جمهور النادي الاهلي. طبعا انا عندي كتير هشام الناس النهارده باعتين لك انفجار من الكومنتس الموجود على صفحه القناه، بترحب بيك وبتقول لك دايما انت لابس تيشيرت الاهلي ولازم دايما باستمرار تبقى مجتهد، دايما انت هدفك مع زمالك هو تحقيق البطوله عشان تبسط الجمهور اللي حاطط فيك امل انت وزمالك بشكل كبير. هشام ان شاء الله ان شاء الله كابتن بشكرهم وان شاء الله ابقى عند حسن ظنهم وان شاء الله اقدر اساعد زمايلي في البطولات اللي جايه ان شاء الله النادي الاهلي، وان شاء الله اقدم مستوى كويس يكونوا راضيين عني. وهم طبعا الجمهور ده رقم واحد في النادي الاهلي، وجمهور الاهلي جمهور عظيم، ان شاء الله ربنا يقدرني على اسعادهم ويبقى عندي توفيق ان شاء الله كبير ان اعمل حاجه ليهم ان شاء الله كويسه وللنادي باذن الله ان شاء الله. هشام يمكن انا زي ما بقول لك ما لحقتش اتكلم على اصابتك، ولكن انا بحييك عليها، لان انت اللي بيتصاب اصابه زي كده ويبتدي يرجع تاني ده لعيب مميز عنده روح من جوه قويه جدا، واعتقد ان هي دي روح الفنانه الحمراء اللي انت هتستخدمها من خلال تواجدك في النادي الاهلي. بشكرك يا هشام، توفيق ليك المرحله الجايه ان شاء الله، نشوفك بقى انت اول تمرين ليك هتبقى انت ان شاء الله. ان شاء الله يوم السبت باذن الله ان شاء الله. بتوفيق ليك يا هشام، انا اتشرفت ان كنت مع حضرتك النهارده وكان ليا الشرف ان انا موجود في النادي الاهلي في اول لقاء ليا، وبشكرك على استمتعت جدا ان انا مع حضرتك. ربنا يخليك، انت خدت القلم بتاعي ما رجعتوش. اه خلاص بقى، انا هطلع الفتره الجايه دي اقدم انا بقى. اشكرك يا هشام، اكيد يعني نجم كبير كان معانا وافد جديد للنادي الاهلي. هو مش وافد جديد ولا حاجه، هو ابن من ابناء النادي الاهلي، لكن طبعا رجوعه ان شاء الله هيبقى مكسب ليه ومكسب للنادي. زي ما بقول احنا محتاجين البطولات اللي جايه كلها، فنوعيه اللاعبين اللي بيجوا لازم تبقى نوعيه معينه. لاعب نادي اهلي اعتقد من رؤيتي ووجودي مع هشام في الاستوديو هو لاعب ان شاء الله لاعب نادي اهلي، وهي دي التريد مارك زي ما بنقول او العلامه المميزه، لاعب النادي الاهلي بيبقى ليه شكل مختلف. انا بشكره طبعا وبشكر كل اللي تابعونا النهارده، نتمنى لكم طبعا ان شاء الله يعني ايام اللي جايه النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الغد يكسب. طبعا هيكون تغطيه خاصه من استاد الاهلي لهذه المباراه مع نجوم الاستاد الاهلي. اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي غدا ان شاء الله، وبشكر طبعا هشام وكل التوفيق ليه. السلام عليكم.